ضيفتي العزيزة في دارنا في استوديو هنا. اتفضلي ساعات المستشارة. طبعا النهاردة عندنا ليلة مهمة جدا، لأن احنا النهاردة ليلة البرلمان، بكرة إن شاء الله أول جلسة لبرلمان مصر الجديد. قبل ما نتكلم على البرلمان والدستور والمحاكمات وحاجات كتيرة قوي قوي النهاردة هنتكلم فيها، لازم أقدم لكم ضيفتي العزيزة، هي صوت الضمير وأغنية الحق حينما تعلو نغمات النشاز. هي المستشارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا. قبلتنا نحو المستقبل الدستوري، ونحن نبحث عن بوصلة الانطلاق. هي المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر. ضيفتنا ترى أن مراحل الانتقال في حياة الشعوب دائما عنوانها هو بناء التوافق الوطني، وليس عنوانها الغلبة السياسية والتي لا يزال البعض يمارسها إلى الآن. وتؤكد أن الدساتير لا تكتب عبر الأغلبيات، لأنها تكتب لحماية الأقليات. ضيفتنا رفضت عضوية المجلس الاستشاري واعتذرت رسميا عن عدم المشاركة حتى لا يكون هناك تعارض بين منصبها القضائي كنائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا وعضويتها في المجلس الاستشاري، على أن يقتصر دورها على الإدلاء برأيها إزاء ما يطرح عليها من قضايا. معها اليوم نناقش قضايا وإشكاليات مطروحة على الساحة، وإن كان أبرزها قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمان الجديد وأزمة الدستور ومحاكمة المخلوع. أنا عارفة أن هي مش هتقدر تتكلم فيها بس هنشوف، وغيرها من الموضوعات التي ستشاركنا فيها الحوار. اهلا وسهلا سعاده المستشاره. دكتور هاد يعني شرفتينا، واحنا دايما بنتطلع للقاءاتنا معاكي، وانا عارفه انها بتبقى لقاءات صعبه قوي، لان انت بحكم منصبك الدستوري هناك مناطق بتروح قايله لنا كده بدبلوماسيه شديده لا مش هنقدر نتكلم في الموضوع ده، ويبقى واجب لان احترام الموقع الدستوري ضروره وواجب. ايوه نعم. طيب احنا عندنا حاجات كتيره جدا جدا نتكلم فيها. ممكن نبتدي من منشطات الغد، صحف الغد، اليوم السابع، في اليوم اللي هو بكرة إن شاء الله أول خطوة لتسليم السلطة من العسكري إلى البرلمان. يوم تسليم السلطة كنا بننتظره من شهور طويلة، في 9 لجان للحرية والعدالة، 3 للنور واثنين للوفد، وخلافات بسبب الدفاع والأمن القومي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور الطيب يقول للنواب في رسالته الشعب الثائر لن يخدعه أحد، وعطية يؤكد حضور المشير الجلسة الأولى يحتاج مرسوما بقانون. أيضا في مصادر قضائية احتمالات إخلاء سبيل هشام طلعت والسكري، علمت اليوم السابع من مصدر قضائي رفيع أن النيابة ستفرج عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري خلال أيام بعد قبول طعن الحكم الصادر ضدهما بالسجن 15 عاما للأول والمؤبد للثاني بتهمة قتل المطربة سوزان تميم. في مفاجأة لأستاذ فريد الديب المحامي، إنه بيقول في المفاجأة، هنرجع لها كمان شوية، ما تجيبولنا عنوان اليوم السابع، مبارك لا يزال رئيسا لمصر والرئيس السابق
كلف الجيش بإدارة شؤون البلاد وليس التصرف فيها، وقرار التنحي تليفوني وغير قانوني. أستاذتنا الفاضلة، هنرجع بقى لتسليم السلطة. العنوان الأساسي تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى البرلمان. حضرتك تتصوري ما هي الخطوات التي يجب أن تتم بها مراحل تسليم السلطة للبرلمان، ثم هنتطرق بقى الدستور وانتخابات الرئيس وتسليم السلطة في 30 يونيو؟ هو غدا بقى مفروض يحصل إيه؟ يعني إحنا لازم الشعب المصري يحتفي لأنه قد أخذ خطوة في بناء آليات الدولة، مؤسسات الدولة التي انهارت، أنه أقام المؤسسة التشريعية مجلس الشعب، وبالتالي فسلطة التشريع الاستثنائية اللي كانت بين يدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار أنه هو الذي يدير شؤون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية بعد انهيار المؤسسات، خلال مرحلة ممتدة منذ انتصار الثورة في 11 فبراير حتى الآن، آن الأوان أن تنقل صلاحية التشريع للمجلس التشريعي. هذا هو الجزء الذي يخص مجلس الشعب في فكرة تسليم السلطة، لأنه طبعا السلطة التي يمارسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مزدوجة، لأنها سلطة ما بين كانت التشريعية وما بين السلطة التنفيذية، من خلال أنه بيعين الوزارة وأيضا بيمارس صلاحيات رئيس الجمهورية. تبقى صلاحيات رئيس الجمهورية، هو طبعا تنازل عن الصلاحيات التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء بمجرد يعني تشكيل الوزارة الأخيرة اللي هي المنصوص عليها في القوانين واللوائح، لكن الصلاحيات الدستورية السيادية لرئيس الجمهورية ستبقى في يد المجلس الأعلى لحين انتخاب رئيس، اللي هي الدفاع، اللي هي طبعا والخارجية والعلاقات الدولية واستقبال السفراء وتعيين الوزارة ومسائل الأمن القومي، كل المسائل السيادية ما زالت في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه ما فيش رئيس منتخب، وبالتالي لا يمكن أن تسلم السلطة إلا للرئيس ينتخبه الشعب المصري. فلما ننتخب الرئيس هتنتقل إليه صلاحيات الرئيس، يبقى أتم مشواره الصعب بأنه فعلا أوفى بوعده بأنه يسلم السلطة كاملة للهيئات المنتخبة من الشعب المصري بإرادته الجماعية وليست بإرادات منفردة. ده المسار اللي المفروض ان احنا يعني منظمين عليه ل 30/6 زي ما اعلن من فتره ببيان رسمي من السيد المشير، وبالتالي في هذا التزام تجاه الشعب المصري. يعني من الواضح ان احنا علينا في مسؤوليات وتكليفات، يعني هي المساله مش انه ايه في يعني اعلان من السلطه الفعليه ان هي هتسلم السلطه في 30/6، في المرحله دي بقى في مهمات يا دكتوره هاله في غايه الاهميه ان يبنى عليها التوافق الوطني، لانه احنا هنعمل دستور وهننشئ لجنه تاسيسيه للدستور، وبعدين هننتخب رئيس الجمهوريه. طبعا في الوسط في انتخاب مجلس الشورى، لانه ايضا مجلس الشورى هو احد اليات الدوله المصريه اللي منصوص عليها في الدستور، اللي احنا المفروض البعض يقول الان لازمته ايه مجلس الشورى؟ احنا مش محتاجين مجلس الشورى، نلغي مجلس الشورى. ما فيش حد يقدر يقول نلغي مجلس الشورى الا الشعب المصري بالدستور يلغي مجلس الشورى باستفتاء الشعب المصري. لازم يعني نحتل من الإرادة الشعبية دي إرادة لا تتجزأ. يعني أنا ما أقدرش، أنا يمكن رأيي مخالف وحضرتك ليكي رأي، لكن يبقى كل منا رأيه حج عليه مش حج على الشعب المصري. لازم نحط الأول قاعدة أنه ما فيش مؤسسة ولا آلية من آليات الدولة المصرية تلغى طالما انها منصوص عليها في الدستور الا بالاراده اللي انشاتها الشعب المصري، هو اللي عمل الدستور السابق، وهو اللي انشا مجلس الشورى، وهو اللي انشا المجالس المتخصصه، وهو اللي انشا كل المؤسسات والهيئات اللي هي لها الطابع العام. فاللي يلغيها هو الاراده الشعبيه. لازم احنا نبقى عارفين ان في اصيل اسمه الشعب المصري. اي واحد فينا ليه راي هو رايه الشخصي، حتى لو كان حزب، حتى لو كان أغلبية، لكن في هذه المسائل الإرادة الوطنية يجب أن تتجسد في الإرادة الشعبية مجتمعة. فما نقدرش دلوقتي نقول مش عايزين مجلس الشورى أو لازمته إيه إلا
يكون ينص على ذلك الدستور واستفتاء شعبي. الشعب عليه. والحقيقه انا بعتبر انه المسلك اللي اخذه المجلس الاعلى للقوات المسلحه في هذا الشان يجب ان يحترم. لان هو برغم المطالبات مثلا اللي كانت بتقول ايه الغوا نسبه ال 50% عمال الفلاحين. ايوه دي وناس تقول الغوا مجلس الشورى. هو التزم باليات الدوله المصريه وما هو منصوص عليه في الدستور السابق. لانه الدساتير اللي بيلغيها كمان هو ليه عطل ما لغاش؟ عطل لانه اللي يملك الالغاء هو السلطه الشعبيه انها تقول في الدستور القادم ان احنا لغينا الدستور السابق واحنا الدستور اللي هنستفت عليه ده هو اللي بقى قائم. السلطه الشعبيه ممثله في البرلمان. الشعب لا الشعب شعب استفتاء عام. مجلس الشعب ليس لديه صلاحيه ان يقرر دستور او يلغي دستور. ما عندوش هذه الصلاحيه. ولا يجوز ان يعني نستدرج لفكره انه الشعب المصري يمكن ان ينوب عنه احد في انشاء دستوره. طب احنا معانا دلوقتي في تشكيل اللجنه التاسيسيه واختيار البرلمان هتكون له يكون له يد في تشكيل واختيار اعضاء اللجنه التاسيسيه. اعتقد حضرتك عندك راي مخالف. ليه يكون انا كان رايي انه تستقل لجنه الدستور انها ما تنشاش من البرلمان. وما زلت بقول انه البرلمان اذا كان يريد ان يحمي هذا المسار الدستوري فيجب ان ينظم بقانون عمل هذه اللجنه ثم تستقل تماما عن البرلمان في ادائها وتصبح هي اليه الحوار وهي اليه وضع النصوص وتنظيم الحوار الوطني حواليها وتنظم في هذا القانون ازاي هتاخد قرارها باي اغلبيه من داخلها. لكن ما يبقاش مرجعيتها البرلمان لانه ده معناه ان البرلمان اصبح مهيمنا على وضع الدستور. هذا في حد ذاته اعتقد ان هو خلل يمكن ان يصيب المسار الدستوري. لكن واقعيا البرلمان هيتدخل في اللجنه التاسيسيه. لا ليكن. هو هيتدخل بايه؟ النص الماده 60 في الاعلان الدستوري اللي احنا استفتينا عليه في الاستفتاء ب 189 بيقول يجتمع الاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى لانتخاب هيئه تاسيسيه من 100 شخصيه لوضع مشروع دستور يعرض للاستفتاء العام. ده النص. يبقى هي صلاحيات البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى ان هو الاعضاء المنتخبين فيه هينتخبوا 100 شخصيه. لكن هل بقى ال 100 شخصيه دي من داخل البرلمان ومن خارجه عليهم ان يفصحوا يقولوا لنا يعملوا دي ازاي؟ يبقى هم اللي هيقرروا. مش ما هو يعني ما هم لو هم الاغلبيه في مكان اسمه مجلس الشعب في اغلبيه وشورى فيها برضو اغلبيه. الاغلبيه دي هتنتخب تيار معين او ناس معينه او ناس يميلوا ليهم او هيقدروا ياثروا بعد ذلك ان هؤلاء هم الذين سيقومون بصياغه الدستور طبقا لاهواء الاغلبيه. شوفي دكتوره هلا يبقى الدستور هيطلع احنا في طبقا لاهواء الاغلبيه. احنا في الحوار ده بقى لنا سنه. ايوه كنا نقول أنا اننا في الحوار ده بقى لنا 3 دقايق. لا كان بقى لنا سنه بنتكلم مع بعضينا كشعب وكفئات وتيارات وطنيه والى اخره وبنقول يلا نتوافق على معايير انتخاب الجمعيه التاسيسيه ويلا نتوافق على المبادئ الاساسيه للدستور. لكن هذا كله لم يحدث. التوافقات التي تمت عرفيه. مفيش حاجه ملزمه لحد. وبالتالي فهذا جزء من الترقب الوطني تجاه مسلك البرلمان. احنا كلنا ترقب مستنيين نشوف البرلمان فعلا هيحترم مسؤوليته تجاه ان يكون اللجنه التاسيسيه معبره عن كل اطياف الشعب المصري وانه ما يستاثرش بيها لا اغلبيات ولا اقليات في البرلمان لان ده مسلك معيب. الدساتير زي ما حضرتك قلتي من شويه لا تكتب باغلبيه ولا باقليه دي بتكتب بالتوافق الوطني. فهذا احد القضايا الكبرى اللي فيه ترقب وطني واسع حواليها واتمنى ان ينجح فيها البرلمان وان يحقق فعلا المصلحه الوطنيه العليا في انه اللجنه التاسيسيه تعكس كل اطياف المجتمع المصري وانها تبقى توافق وطني. ده احنا بنتمناه. ده الصياغه الامل بتاعنا. لكن في واقع الامر الوضع اللي انا بقول لحضرتك ده مش وارد يحصل. وارد يحصل ولو حصل هيبقى له رد فعل عنيف. فين لأنه بقى؟ لا في اوساط الشعب المصري. لانه لا احد سيترك احد يكتب له دستوره. الشعوب اللي بتحترم مسؤوليتها تجاه نفسها عارفه ان هي صاحبه الحق. بنقول نحن شعب مصر قد منحنا لانفسنا هذا الدستور. فنحن شعب مصر دي ما فيهاش وكاله. يعني ما ينفعش نقول نحن وكلاء الشعب المصري الا اذا كانت اللجنه نفسها انتخبناها احنا الشعب المصري. بما اننا مش هننتخبها ده هينتخبها البرلمان فالبرلمان هيرجعه تاني لينا في استفتاء. تمام. يبقى اذا احنا في اطار مصلحه وطنيه عليا ان يكون هناك فعلا معيار موضوعي يتعلق باللجنه انها تشكل من كل اطياف المجتمع المصري. وانا من يرون انها يجب ان تكون من خارج البرلمان مش من اعضاء البرلمان. لكن الله اعلم
نعلم ايه اللي هيتم، كلنا ترقب وكلنا انتظار. وانا بتمنى ان يكون هذا الموضوع اللي بيمثل عصب بناء الدولة فعلا اول عنوان يقدمه البرلمان بغرفته بالشعب والشورى بعد انتخابهم ان شاء الله، كرساله للشعب المصري انه فعلا بمستقبل هذا الوطن بين ايدي امينه وتستطيع ان تحقق له المعادله الصعبه، ان يكون وكيلا عني وايضا يحترم وجودي كشعب، وانه يبقى التوافق الوطني فيها هو العنوان الرئيسي. وقد ايضا يعتقد النائب انه يعرف مصلحه هذا الوطن ومصلحة الشعب، فهو يتخذ قرارات بما يعتقد أنه من مصلحة هذا الوطن. في كل الأحوال الدستور مش هذا العنوان. العنوان الرئيسي للدستور أنه يعني قضية سياسية كبرى بيشارك فيها كل أطياف الشعب في الإدلاء بالرأي، لأنه هو بيقول اللي عنده بعد كده بيصيغه الفنيين. فلابد من حوار واسع، من جلسات استماع لكل الأطياف، من إعلان للشعب المصري بهذه الآراء واختيارات يرد فيها. احنا يعني عايزين نعمل دستور يليق بمقام مصر الدستوري. مصر فيها حياة دستورية من 1866، فيها دساتير كتبت بمعارك وبدماء وبثورات. طب حضرتك قول لنا يعني أهم دساتير في تاريخ مصر دستور 23؟ طبعا احنا لا، كلها مهمه، 54 و71 لانها كلها كانت بتشكل انتقال من مرحله لمرحله. طب احنا برضو هنا في انتقال، مسائل ايجابيه ومسائل سلبيه. القيمة دايما قدرة الشعوب على قراءة التاريخ بتيجي من ايه؟ انها بتاخد الايجابي وبتبني عليه والسلبي بتعزله. عظيم. أنا أجريت حديث منذ أيام مع سعادة السيد منصور حسن، وكنا نتحدث عن فكرة الدستور، وكان له رأي أنه أنتوا يعني بيثير وبيقول لابد أن يتم وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس، وأنه الدستور من السهل كتابته، يعني هي مش عملية معقدة قوي، لأن احنا عندنا بشرط حسن النوايا وان الدستور موجود عندنا دساتير كتير، الدساتير المصريه السابقه، وعندنا دساتير العالم كله. قال حتى نفتح الانترنت يجيبوا اللجنه يفتحوا كل دساتير العالم يختاروا منها، وانه ممكن يخلص في اسبوعين. هل ممكن ان ينتهي العمل في الدستور في اسبوعين اذا لم يكن هناك اتجاه للغلبه في اي تيار سياسي وشعور بالمسؤوليه تجاه التوافق الوطني، وان هذه وثيقة توافقية يمكن أن تنتهي فعلا في ظرف شهر، لأنه التراث الدستوري المصري فيه مبادئ وفيه حقوق وحريات ومقومات للدولة. أنا أعتقد أنه حتى المبادرة اللي اتكلم فيها الدكتور الوحيد عبد المجيد وقال أنه من 1 لـ73 في دستور 71 في مقومات الدولة وحقوق الحريات وممكن أن نتوافق عليه. هذه مبادرة عظيمة يعني، لأنه فعلا فيها كم كبير جدا من القضايا المهمة جدا. وندخل على نظام الحكم نشوف إزاي نحصنه ديمقراطيا، لأن إحنا مشكلتنا في نظام الحكم. نظام الحكم المصري كان في سلطات مركزة في يد رئيس الجمهورية بدون محاسبة تقريبا، وفي ذات الوقت ما فيش تقوية لفكرة العلاقة بين السلطات والتوازن القائم بينها وقدرتها معا على أنها تحيطنا بحياة ديمقراطية حقيقية. ففي مفاصل في نظام الحكم هي اللي هتحتاج مننا اجتهاد عشان نحصن الحكم ديمقراطيا. لكن إذا توافقنا على المبادئ المقومات الأساسية هذا يقطع نصف الطريق. لكن لأنه كان في ظواهر في المرحلة الانتقالية كان فيها مساس بحقوق للمواطنين وفي تخويف من حقوق أخرى قد تتعرض للانتهاك، أصبح في ضرورة أننا ننظر أيضا في هذه المواد ونكتبها بالمدرسة الحديثة في كتابة الدساتير. بتعمل إيه المدرسة الحديثة؟ بتكتب الحق أو المبدأ وبتحصنه بالضمانات تحطها جواه، فبيبقى ملزم لسلطات الدوله. يعني هقول لحضرتك مثلا عشان نفهم. مثلا يعني احنا يعني الشعب اللي ما بنفهمش في القانون زي حضرتك. لا بالعكس، الشعب المصري كله بقى بيفهم في الدستور دلوقتي اكتر مننا. يعني بنحط مثلا الحق في العداله الاجتماعيه. ماشي. الحق ده لازم يتفصل، لانه لازم الشعب يبقى شريك في ثروه الوطن. لازم مثلا تحصن الثروات الطبيعيه والاراضي والمرافق الدستوريه ضد البيع وضد الـ يعني دي ضمانات.
دي انه يكون من حق المواطن حق العمل وحق المسكن والمأكل والصحه ينص عليها في الدستور، يبقى في التزام من الدوله تجاه هذه الحقوق بتوفيرها كحد ادنى للكرامه الانسانيه. عنوان الكرامه الانسانيه العظيم اللي كان احد شعارات ثورتنا ده المفروض يترجم في ضمانات. اننا مثلا ما بنحط حق زي حق التقاضي بنحط معاه ضمانات، وضمانات المحاكمه العادله ان يعني بننص عليها في الدستور فبنعلي من شانها. بنحط الحق في المساواه امام القانون فبنحط الضمانات اللي المفروض تحمي هذا الحق من اي انتهاك من اي سلطه من سلطات الدوله او اي افراد او جماعات. حريه العقيده واقامه الشعائر اللي احنا حصل فعلا انتهاك ليها في المرحله الانتقاليه بما افزعنا جميعا، لازم نحط فيها الضمانات اللي تحمي كل اطياف المجتمع الدينيه انها حاسه انها عايشه في وطن محصن دستوريا. إن حق المواطنة ممكن يبقى في ضمانات مرتبطة بيه. المادة الثانية أنا رأيي إن المادة الثانية فيها أربع ضمانات لو هي اتحطت قصاد المشرع الدستوري وقرر أن يضعها في النص منع عنه أي محاولة لإساءة استخدامه أو يعني زي ما بنقول إيه الافتراء به. زي ايه؟ انها تفسر مثلا ان المبادئ هي المبادئ الكليه، مبادئ الشريعه الاسلاميه اللي هي المصدر الرئيسي للتشريع، هي المبادئ الكليه، قطعيه الثبوت، قطعيه الدلاله، غير المختلف عليه. ادي ضمانه واضحه. انها خطاب للمشرع ليست خطاب للافراد ولا للجماعات. انها انه اقوال الفقهاء ليس لها قدسيه، وانه يمكن للمشرع انه يجتهد على ضوء المصالح المرسله التي يحاول ان يحققها بالتشريع. دي ضمانات لما تتحط. اما نقول حق غير المسلمين في الخضوع لمبادئ شرائعهم فيما يتصل بحريات بالحياه الشخصيه وشعائرهم الدينيه. دي ضمانات لما بنحطها في قلب النص بنخلق حاله من التوافق الوطني الواسع والهدوء النفسي تجاه مواطنينا. يعني انا بدي نماذج بس يا دكتوره هاله، لكن ممكن ده يتكرر في حقوق كثيره زي مثلا الحقوق التامينيه، الحقوق مثلا العداله الضريبيه. ازاي ممكن يبقى في عداله ضريبيه؟ دلوقتي بقى بتتكتب جوه الدساتير كيف يتحقق العداله الضريبيه بضمانات. ده غير مذكور عندنا في الدستور. احنا دستورنا كان عنوانه العموميه والايجاز، يعني النص بيتحط سطر واحد. دي مدرسه، مدرسه تقليديه في كتابه الدساتير، وهي مدرسه محترمه جدا ومعتبره جدا واحنا اتربينا عليها. لكن كمان احنا لما بنقرا في دساتير العالم وبنشوف، بس احنا الماده 76 ما كانتش في سطر واحد، هي كتبت كانت كبيره قد كده وتضمن التوريث للاخ جمال. ما هو يعني احنا نفسنا يبقى الانحراف بالتشريع خلاص ننساه ويبتدي يبقى التشريع هو عنوان احنا لازم نفتكره عشان ما نعملوش تاني. وفي نفس الوقت كان في حاجه خطيره في الدساتير بتاعتنا السابقه. انه لما كان الحق بينص عليه في بعض الاحيان كان بيقول ايه؟ على ان ينظم بالقانون او بناء على القانون. لو احنا ما حطيناش الحق ده بالضمانات بتاعته كان دايما القانون هو اللي بيعصف بالحق. ليه المحكمه الدستوريه كانت بتحكم بعدم الدستوريه؟ لانها بتلاقي انه التشريع ده او النص التشريعي ده المشرع انتهك فيه حق دستوري وهو بينظمه قيده، وهو بينظمه عصف به، وهو بينظمه حصره. فكانت المحكمه بيبقى لها احكام مجيده في تاريخ المحكمه في تحصين الحقوق والحريات. ممكن احنا نقلل طب نسبة احنا ده. عندنا بدون تحصين، حضرتك بتقولي تحصين الحقوق والحريات، يعني احنا عندنا ترسانة من القوانين المقيدة للحريات. وفي نفس الوقت دستورنا بينص على حرية التعبير، في تناقض هنا. الدستور في كلمتين بيقول بحرية التعبير والقوانين كلها ضد حرية التعبير، ازاي نحصن نفسنا من ده في الدستور؟ ما هو ده بالظبط اللي حضرتك قلتيه، ده هو اللي انا بحذر منه. ان احنا كان عندنا تجربتنا الذاتيه، لازم نقرا التجربه الذاتيه للشعب المصري ونشوف فين كان مكمن الخلل. كان الدستور بيجي قايل الحق، يجي القانون يعصف بالحق. فاحنا عايزين نحط الضمانات اللي تمنع المشرع او تمنع اي سلطه من سلطات الدوله انها تنتهك هذا الحق. دي بقى المدرسة الحديثة في كتابة الدساتير. أما بيكتب فيها مثلا بعض الأفكار المهمة جدا، أنه في حالة تعديل نص في الدستور
لابد أن يراقب من خلال الوحدة العضوية للدستور. فالمحكمة الدستورية العليا يعرض عليها هذا التعديل قبل إقراره، قبل طرحه للاستفتاء. دي أحد الآليات دي احنا نقطة هنجيلها كمان شوية مهمة جدا بتعملها. في موضوع انتخاب الرئيس بس لسه بتعملها. مش دلوقتي خلينا يعني بتعمل الدول ده لما بيتعدي النص ما يجوز ان هو يخالف فلسفة التشريع الدستور ده والشعب المصري ينطمح اليه. حضرتك كنت بتقولي المواطنة، فاكرين يا جماعة الشنطة دي من امبارح شنطة حمزة؟ دي شنطة النايب، بفكركم بيها مرة تانية. أنا جايبة لكم شنطة النايب اللي هيتسلمها كل نايب في مجلس الشعب غدا، وفيها هذه الكتيبات واللوائح الهامة جدا اللي أنا وريتها لكم امبارح وقلنا هنتكلم فيها النهاردة. بس قبل ما نتكلم في اللائحة الداخلية عايزة أقول حاجة، أنا قريت اللائحة الداخلية وعندي شوية تساؤلات عما هو مكتوب في هذه اللائحة. لكن بما أننا بنتكلم على الدستور وتغيير الأنظمة وإزاي أي حد ممكن يزود أو ينقص حاجة، أنا قرينا امبارح القسم، قسم النائب بيقول أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون. النهاردة في نائب من الإخوة السلفيين غير القسم، زود عليه قال وأن أحترم الدستور والقانون والشريعة الإسلامية. زودها إزاي؟ هو حلف اليمين قبل الجلسة؟ كتبها وقال أنا هزودها ولما حقوم أقول أنا أحترم الدستور والقانون والشريعة الإسلامية. طبعا كلنا بنحترم الشريعة الإسلامية. طبعا الشريعة الإسلامية مدرجة في الدستور. لا هو عايز يزودها في القسم، بيقول لازم أزودها في القسم ولازم نزودها في البرلمان، وإذا أنتم ما قلتوهاش أنا هقولها لأن ده أكيد هو أول مرة يدخل البرلمان. مش عارف احنا عايزين نعمل يعني أنا أرجو من كل نائب جديد أن نتصل بيه كده نتصل بالسيد محمد طلعت تقاليد البرلمانات. تقاليد البرلمان بتقول هنناقش ونسمع منه دلوقتي. النائب بيدخل في إطار أنه بيحترم الدستور والقانون، مش جاي برأيه الشخصي. هو يعني هو اولا ده تزايد، دي نمره واحد، لانه الشريعه مدرجه في النص الماده الثانيه من الدستور ومن الاعلان الدستوري اللي هو الدستور المؤقت. فاحنا بنقول حاجه كاننا يعني ايه بنفسر الماء بعد الجهد بالماء، لكن هي سابقه انا اعتقد انها خطيره، لانه ممكن ما احنا لسه بنتكلم على الدستور لا ايه رحلف تاني ولا انت حلفت غلط. فاحنا محتاجين في حاجه خطيره هنا دلوقتي مزبوطة. في حاجه خطيره امبارح الأستاذ جمال غطاني قال لي كلمة مهمة جدا، قال لي أنا إزاي أناقش حد أفتح حوار وهو ماسك لي المصحف في إيده؟ ما إحنا كلنا هنمسك المصحف، ما نقدر أول ما هيرفع لي المصحف مش هقدر أتناقش معاه لأنه خرج عن الحوار. إحنا مثلا بنتكلم في السياسة فهو ما أقدرش أناقشه. فهنا ذكاء الأخ محمد طلعت إنه قالوا أنا أحترم الدستور والقانون والشريعة الإسلامية. حد فينا هيقدر يقول له احنا كلنا بنحترم الشريعه الاسلاميه بس هنقول له اللي هنقوله كلمه واحده بس. حضرتك قريت الدستور اللي انت هتحلف عليه قبل ما تحلف؟ لو كنت قراته لما غيرت كلمه واحده في القسم، لانه الشريعه مدرجه في نص الماده الثانيه. فهنا هنا بيبقى ايه المشكله؟ ان احنا كده بنعمل مزايده على بعضنا البعض، وبنعمل مزايده على مجتمع، وبنعمل مزايده على مؤسسه المفروض انها اليه من اليات الدوله، دي سلطه. فمش كل واحد فينا هيجي بهواه، كل واحد فينا هيجي منضبطا، اما اننا منضبطين في دوله يا اما كل واحد فينا بيعمل اللي على هواه، فيبقى كل واحد يكتب القسم اللي على مزاجه. يبقى يجي التاني يقول لك ايه وانا احترم العرف الدولي، والثالث يقول لك وانا احترم قانون دوله مش عارف ايه اصل احسن من القوانين اللي عندنا. لا احنا مش عايزين نحترق المؤسسه التشريعيه. احترام مؤسسات الدوله مسؤوليه لدى من يتولى الامر. مساله مش مزايده على بعضنا البعض، لكنها انضباط في اطار دوله. بس المواطن العادي هيقول طب وليه ما تقولوش احترم الشريعة؟ لا والله المواطن العادي طول عمره بيحترم الدولة. الشعب المصري أقدم دولة في التاريخ. من حضرتك أنا بكلمك بمنطق المواطن. مش صحيح. أنا هقول لحضرتك ليه ما أقولش الشريعة الإسلامية؟ لأن الشعب المصري عارف إن الشريعة الإسلامية مدرجة في الدستور. فأنت بتحطها لوحديها ليه؟ ما هي موجودة في القسم اللي أنت بتقسمه. انك الاسلام دين الدوله واللغه العربيه اللغات الرسميه ومصادر والشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع. يبقى اذا انت بتحلف على حاجه مدرجه في الدستور. طب ايه زياده بقى ان انت تحط لنا حاجه على هواك؟
ما هو انت لو حطيت حاجه على هواك غيرك هيحط على هواك يمكن ما تعجبكش فتقوموا تتخانقوا. هل ده شكل مجلس منضبط في اطار دوله قانونيه؟ لا طبعا. لا طبعا. ال 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 المجلس احنا كنا بنتكلم على الدستور وانا طلعت المجلس عشان بكره اول جلسه فاسمحي لي حضرتك هنمر على حاجات انا مش فاهمها. انت اللي هتمري لكن انا ماليش دعوه. مش هتمري. لا طب انا هقول لحضرتك تفهميني بس في حاجات انا مش فاهماها يعني زي ما انا وريتكم هذه هي الكتيبات اللي هياخدها كل النواب غدا القوانين قانون مباشرة الحقوق السياسية اللائحة الداخلية للبرلمان الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى حين صياغة الدستور اللجان النوعية المجلس الشعب النظم النيابية وهيئتها ووريتكم أنا هذا الملف أمس. عايزة أقول لحضرتك أنه في بعض النقاط أنا وجدتها في اللائحة يعني توقفت قدامها كثيرا مش حاسه انا عارفه ان هيك مش عايزه تخشي بالتفصيل في النواحي القانونيه ده مش اختصاصي اللائحه والقانون بيمثل امامي في المحكمه الدستوريه العليا لمحاكمه ومراقبه دستوريه فانا ما بتكلمش فيهم حضرتك ما تكلميش فيه بس انا هسالك اسئله عامه لا علاقه باللي انا مش فاهماه هنا لما قريت كده لقيت في حاجات يعني هل هناك ضروره او امكانيه لاعاده النظر في مجلس الشعب لائحه الدراسة القانونية للائحة مجلس الشعب هل يمكن أن يعاد النظر فيها؟ شوفي دكتورة هالة يعني حضرتك سألتي السؤال في عمومياته. أي. أنا أعتقد أن هناك عوار فادح جدا في كثير من اللوائح التي تنظم سلطات الدولة ومن ضمنها مجلس الشعب ولازم تعاد قراءتها عشان مجلس الشعب وهو داخل على تجربة ديمقراطية كبرى زي اللي احنا فيها هو يبقى بيصح نفسه بنفسه من خلال إعادة النظر في لائحته لأنه أنا عارفة أن في تركيز سلطة في يد رئيس المجلس يكاد أن هو أكثر أيوة من رئيس الجمهورية هتلاقي فيه لا معلش حضرتك ما تجريش لا معلش عشان بس يعني ما تورطينيش في الكلام في البنود أنا شفت أنا عارفة أن في مسائل خطيرة في سلطات كتيرة جدا لرئيس المجلس موجوده في ايديه طبعا شوفي لو كانش المجلس اكتر من رئيس الجمهوريه فعلا المجلس لو كانش هيراجع لوائحه بما يسمح بممارسه ديمقراطيه حقيقيه بداخله وفقا للاعراف الديمقراطيه في البرلمانات الديمقراطيه فهو سيهزم الديمقراطيه بداخله تمهيدا لانها تتهزم في الواقع السياسي اصل صلاحيات رئيس المجلس دي لو استعملها كلها هيبقى في عندنا ديكتاتوريه داخل مجلس الشعب واحنا فاكرين 30 كام سنه قعد الدكتور فتحي سرور سيد قراره موافقه سنين احنا ما احنا حد كان يقدر يقول له ثلث الثلاثه مش احنا قمنا بثوره؟ ايوه قمنا بثوره على ايه؟ ما هو نفس اللائحه الاستبداد الاستبداد ده ما كانش بس رئيس جمهوريه الاستبداد كان اليات حكم طب يا فندم دي نفس اللائحه طيب خلينا نعمل نفس اللائحه القديمه مش حضرتك مواطنه وانا مواطنه لازم تحصل فيها تغييرات يبقى لازم نناشد المجلس ايوه اعاده النظر في الياته الذاتيه عشان تبقى ديمقراطية وأولها إعادة النظر في اللائحة القائمة ولأن اللائحة القائمة فعلا فيها مساحات من استبداد رئيس المجلس فيها انعدام ديمقراطية في مسألة رئاسة اللجان لأن هقولك في الأنظمة الديمقراطية يعني إيه انعدام ديمقراطية؟ أنا هقولك إزاي في الأنظمة الديمقراطية بيبقى دايما رئاسة البرلمان للحزب صاحب الأغلبية ما رأيك بقى أنه رئاسة اللجان التشريعية بتبقى للرئيس الأقلية المعارضة يعني بتبقى للرئيس مش بتبقى للأغلبية لأنه بيعمل إيه هو توازن داخل المجلس نفسه ما بيبقاش فيه استئثار برئاسة اللجان مثلا للأحزاب ذات الأقل الأغلبيات بيبقى فيه محاولة للتنوع بيبقى فيه مشاركة كبيرة جدا في فكرة أنه العضو البرلمان ما يبقاش فيه عوائق أمامه متعددة عشان يمارس دوره التشريعي يعني هتلاقي مثلا إيه بناء على موافقة الحكومة بناء على موافقة رئيس مجلس الشعب بناء على موافقة كل دي عوائق أمام العضو أنه يمارس دوره التشريع في ضرورة لأننا نقول أنه فكرة سيد قراره أساسها أن يكون البرلمان قادر على تصحيح أي عوار ذاتي بذاته ودي قيمة أن هو المجلس التشريعي ففعلا اللائحة القديمة من تحمل في داخلها مسائل في غاية الخطورة أول حاجة حكاية سلطات رئيس المجلس اللي هي والترتيبات الداخلية
نقطة تانية حضرتك إنه التشريع بيمر عبر الحكومة، يعني كل التشريعات بتمر عبر الحكومة إزاي؟ لأنه كان يعني في قيود. أمال مجلس إيه؟ قيود وليه أساسا في مجلس؟ هي القيود كانت على المجلس فعلا جاية من هنا من المسائل اللائحية المنظمة، أنه بحيث أنه في النهاية الحزب اللي عايز يقدم مشروع قانون ممكن يتحط في الإدراج وتقفل عليه، ما يقدرش قادر ينفذ لأنه يناقش في البرلمان، وكذا العضو الفرد المستقل، لأن احنا عندنا الشكلين من التمثيل، فإحنا محتاجين كل ده يراجع يعني من منظور ديمقراطي. أنا بس عايزة أفهم الناس الحكاية دي، يعني مثلا في البرلمان البائد بقى زي نظام البائد كانوا كلهم مع بعضهم، كان قانون الاحتكار ولجنة السياسات والأخ أحمد عز اللي هو أبو الاحتكار في مصر واحتكار صناعة الحديد، ده اللي اشترى مصنع الدولة ودخل شريك فيه، هذا الرجل الذي كان يحتكر الصناعة هو كان من المسؤولين اللي بيضعوا التشريع ويمرروه عبر الحكومة اللي هم زيتهم في دقيقهم. هي دي المشكلة دكتورة، يعني ما كانش حد يقدر يوقفله في البرلمان ويقول له لا. جزء من المحاسبة السياسية للماضي الذي أربكنا وأوصلنا للثورة، جزء منه يجب أن يراجع فيه الانحراف التشريعي. طب ما هو بقى هنا ده اللي بقول لحضرتك عليه، وبعدين ده درس للي جاي. احنا بنقول ليه يعني نقطة التشريع يمر عبر الحكومة، المحاسبة السابقة على الأوضاع التي آلت للاستبداد يجب أن تكون مقدمة لإيه؟ لتصحيح هذه الأوضاع. لو احنا استمرنا بها يبقى بنخلق مستبد جديد، زي ما بنقول على رئيس الدولة أنه مش هيجي بنفس الصلاحيات المطلقة اللي ما فيش عليها محاسبة، هنقولها على كل صاحب صلاحيات وسلطات، لأنه المسألة متعددة بقى، هتلاقيها في المجتمع المصري متعددة ومحتاجة إصلاح تشريعي واسع، مش إصلاح تشريعي يعني قليل، محتاجة تدقيق في كل التشريعات وتدقيق في كل المسؤوليات واللوائح المنظمة اللي هي في بعض الأحيان زي ما كنا بنقول بتحاصر الحقوق وربما تعصف بيها أكتر من أنها بتمكننا منها، منها حقنا في الديمقراطية. أنا هقول لك يعني مفاجأة، يمكن أنت أكيد مادام قريتي اللائحة لابد وصلت لها. أيوه. إنه مثلا إحنا الشعب الوصي والرأي العام ما يعرفش إنه المادة من مواد اللائحة مادة 392 تقريبا بتقول إنه المجلس مستقل بموازنته وإنها بتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة وإن ما فيش حد بيراقبها. الله. اللي كنا بنتكلم فيه حبيبي، مش ده المجلس العسكري؟ شوفي بقى، مش ده يعني دي المفاجأة، الجيش المصري؟ دي المفاجأة، يعني شوفي احنا عملنا ايه، مش ده اللي احنا معترضين عليه في الحوار على الجيش المصري اللي عنوان موازنته دي قنبلة. النهارده بنفجر قنبلة بقى. احنا كنا بنتكلم فيها في الجيش وهو عنوان موازنته هو الأمن القومي، لأن فيها التسليح وفيها المخابرات وفيها الحاجات اللي انت عارفاها دي. طب مالنا بقى بمجلس الشعب اللي عنده نفس الوضع ده؟ نفس الوضع بالظبط. احنا عايزين بقى نعرف المجلس الجديد هيعمل ايه في المؤكد ده. انا ما كنتش فاهمه اللائحه الحاليه بتاعت مجلس الشعب، المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحد زي ما حضرتك قلتي في موازنه الدوله، ولا تخضع حسابات ولا تخضع حساباته لاي رقابه، يعني مجلس الشعب حر يعمل اللي على كيف. الله، امال احنا ولعنا الدنيا والماده 9 والماده 10 وثيقه السلمي، وازاي الجيش هيخبي علينا الميزانيه بتاعته؟ وازاي شفتي بقى ان احنا عندنا في مداخل الدوله بس اوضاع كتيره محتاجه تتراجع. حضرتك بنضحك على نفسنا، دي الهيئه اللي بتمثل الديمقراطيه الحقيقيه، هي نفسها بتمارس.
دي أول الفاشية. أدي أول درس في الشفافية إن مجلس الشعب يعيد النظر في هذا النص ويلزم نفسه بنفسه بأن تدرج ميزانيته في موازنة الدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وإلا يبقى إحنا بنرتكب خطأ في إطار الدولة اللي فيها شفافية واللي فيها خضوع للمحاسبة. والحمد لله إن إحنا لسه بنبتدي الدورة هوت من الأول عشان نقول لهم إن إحنا برضو عارفين الحكاية دي. ده مهم جدا. انتوا بكره يا نواب من فضلكم احنا بنطلب منكم انه لازم يحصل تعديل لهذه اللائحه. يعني اللائحه القديمه اللي في ايدي دي فيها نقاط مهمه جدا 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 لابد ان ينظر فيها مجلس الشعب ويحدث مناقشه للائحه وتعديلها حتى يكون في عداله. يعني ما ينفعش احنا مصر تولع كلها على وثيقه السلمي ويعيني الراجل يعني فضلوا نازلين فيه كانما هو الذي اخترع. عشان يعني بس احنا نخرج من دايرة انه المسائل مش مزيدة على بعضنا البعض. احنا هنعيد ترتيب اوضاع الدولة وسلطات الدولة في اطار عنوان رئيسي هو ديمقراطية الحكم وشفافية الحكم والقدرة على المحاسبة. مفيش بقى حد بره ده. المحاسبة والرقابة بس. يبقى احنا النهاردة لخصنا دلوقتي في ثلاث نقاط مهمة جدا موجودة في اللائحة أعتقد أنها لابد أن يناقشها نوابنا. سلطات رئيس المجلس لابد أن يعاد النظر فيها. لما إحنا عمالين نقول سلطات رئيس الجمهورية لازم تحدد وسلطات رئيس الجمهورية لازم تتقلص، كمان سلطات رئيس مجلس الشعب ما يبقاش له اليد المطلقة، لازم يعاد النظر في سلطات رئيس مجلس الشعب. التشريع عبر الحكومة لابد أن يعاد النظر التمكين فيه. تمكين البرلمان بأعضائه سواء الأحزاب أو الأفراد من ممارسة الدور التشريعي دون عوائق. دون عوائق ما يحطلهمش عقبات في الدنيا عشان ما نوقفش حاجز. وفي نفس الوقت الشفافية المالية الموازنة. الموازنة بقى لازم بالمناسبة اللي نبهني للحكاية دي باحث شاب من هنا اسمه هنحول اسمه على الهواء لأنه هو صاحب الحق ده اسمه الأستاذ إبراهيم خضاري عمار. هو عمل دراسة وبعتها لي مشكور عشان أقراها، فأنا لقيت فيها هذه المواد أما رجعتها لقيتها صحيحة ولقيت إن هو كل اللي قاله من ملاحظات شيء مبهر. ده أكيد على إنه شبابنا مصحصح. أستاذ إبراهيم خضاري عمار أعتقد أن أنت لازم تقدم فورا وتروح تشتغل جوه مجلس الشعب وتقعد تعمل لهم إعادة صياغة لهذه اللائحة بدل اللي كانوا بيخشوا بوسائط ومش عارفين يكتبوا اسمهم. التعديلات المطلوبة أي التعديل الهام بقى بشأن الموازنة عشان ما نرجعش نقول ميزانية الجيش، إدراج موازنة مجلس الشعب المجلس نفسه في الموازنة العامة للدولة وإخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات كما ذكر الأستاذ إبراهيم خضاري عمار. يعني ما شاء الله على شبابنا بنشكره. في حاجات كتير لسه الحقيقة الشيء الجميل جدا دكتورة هالة انه الشباب بيتحرك بمنتهى الروعة في المبادرات. انه كله بيدرس وكله بيفحص وكله بيفكر وكله بيقدم افكار. يعني انا نفسي يعني سلطاتنا المنتخبة دي بعد ما تستكمل تعمل لنا بنك افكار للشباب ويجي لها من الشباب دول من كل قرية ونجع في مصر اللي نفسه يقول حاجة لبلده يلاقي لها مكان وهم هيلاقوا كنز من الأفكار اللي ممكن فعلا تبقى اجتهادات قابلة للتحقيق وإبداع من الشباب. أنا عايز أقول لحضرتك أن احنا ابتدينا هنا بنك أفكار مصر لشباب مصر من الناحية الاقتصادية وكمية الأفكار وكمية الحماس وكمية المناقشات الجادة اللي بيشاركنا فيها مشاهدينا. وأنا بطلب منكم دلوقتي تبعتوا لنا على ناسبوك.تي في وعلى ناسبوك في الفيسبوك وعلى صفحة هالة سرحان بيج وعلى التويتر. ابعتوا لنا كل مداخلاتكم على الهواء واسئلتكم للاستاذة سعادة المستشارة تهاني الجبالي واحنا معاكم يعني في تواصل يعني على طبعا احنا الهواء. في النهاية انا وانت عبارة عن ايه مواطنات لكن انا نفسي في آلية وطنية عايزة بنك للافكار رسمي الحكومة تبقى تطلع عليه ومجلس الشعب يبقى يشوف ايه اللي مكتوب فيه صحيح يعني والناس اللي ده زينا هيعمل تغيير ان وأنا الشعب أقدر نفسه هو اللي بيصحح واحنا اللي نقدر ناخد الحاجات اللي تجينا نقول خد يا مؤسسه اللي وطنيه اللي جينا هنوديه لهم عشان انا وانت ملناش صلاحيات اننا ننفذ هننفذ ازاي. هنرجع لكم بعد شويه. صخر لو ينفجر النبع ايه ذنبه؟ سباق في ساحه ما بين انسان وبين قلبه
مدام لموت احمل السيف اللي بتحبه، واذا اندفعت اندفع، واذا وجعت تسد. طول عمر وطنك بيحلم تبتدي حربه. ودي يا بلد الحرايق وصرخي بجنون، واحرقيها مدن وكروم وناس وسجون. ملعون ابوها الحمامة ام غصن زيتون، معمولة لجل الضحايا يصدقوا الجلاد. يا ايد يا متكتفة، يا ظهر يا من جلد، يا طفل مين ورثك الاحتمال والجلد؟ يا طفل بهموم رجال، يا بنت قبل الولد، يا ارض تطرح حصى، يا قلوب بتطرح عند، مين اللي قال الكلاب تسكن عرين الاسد؟ ضلع مش مهم السلاح، ضلع يغني عنه الحجر، ضلع مش عويص الكفاح مدام فيه إرادة وبشر، ضلع مش بعيد الصباح ومستني خلف الشجر. في بداية كل أسبوع بنتوقف مع الرائعة سعاد يونس وبنقرأ مقالها المنشور أسبوعيا كل يوم جمعة في المصري اليوم. اتأخرت عليكم أنا النهاردة، لكن اسمحي لي سعادة المستشارة تشاركيني مع سعاد وسخرياتها اللاذعة الناجعة اللي هي يعني فعلا بتقرصنا كده علشان إيه ننتبه. إسعاد يونس الحقيقة يعني ناس تعرف إسعاد كفنانة وكوميديانة، لكن هي في الواقع شخصية مثقفة ذات ثقافة عميقة جدا، وهي مديرة وإدارية رائعة لشركة إنتاج سينمائي كبير، وبزنس وومن يعني من الستات المؤثرات في صناعة السينما في مصر، لكن إحنا هنا بنعرفها ككاتبة ساخرة. ساعات ما قالها الأسبوع ده بيقول الحجر الداير، عنوانه الحجر الداير في المصري اليوم. بطريقة إسعاد بقى مبتدئة، بيب 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 بيب، ما تمشي يا عم، مالكو واقفين ما بتتحركوش، ده احنا في الصحراوي وفي الحتة الضيقة مش طالبة واقفة يعني. ده إسعاد بتقول كده. يا أستاذ يا حضرة يا اللي موقف الطريق قدام لو سمحت. لا استني شوية مدام، في اتنين بيتخطفوا. قالت له اتنين بيتخطبوا؟ ايه الحب ده اللي في الطريق العام؟ يتخطبوا في الطريق العام؟ قال لها بيتخطفوا يا مدام، بيتخطفوا سلامة الودان. قالت له بيتخطفوا؟ المفروض ان وداني مدربة انها تسمع الكلمة دي، بسمعها كتير كل يوم. بيتخطفوا ازاي يعني يا جنتل؟ ابدا، عربية ماشية فيها واحد سايق ومعاه اتنين جم عربيتين، واحدة كسرت على العربية من قدام قطعت عليها الطريق، التانية عرضت في الشارع عشان توقفنا وتحجزنا وراء. كل العربيات وقفت بقى، العربيات واقفة بتتفرج على عملية الخطف. يا صلاة النبي. وبعدين نزل من العربية اللي قدام شابين، هما شابين وكلاهم البرومة شايلين بندقيتين وفرد خرطوش، فشر كريم عبد العزيز ولا احمد السقا في فيلم الارهاب والكباب. طبعا هم ما لهمش علاقه بفيلم الارهاب والكباب، بس ده سخريه اسعاد. ضربوا طلق على بربريز العربيه والعجل، وخطفوا الاثنين اللي مع الجدع اللي سايق، عبوهم في العربيه الاولانيه وطلعوا، والثانيه مشيت حراسه وراه، وكل العربيات اللي واقفه بتتفرج على عمليه الخطف. اسعاد بتقول بقى ايه، يا حليله والله وتقدمنا وبقينا شيكاغو يا اولاد. وبعدين يا جنتل اطلعي بقى، اهي العربية المضروبة ركنت على جنب ووسعت الطريق. هي كده اتدقلجت بالعجلتين بتوعها، لقت الشخص اللي فاضل من عملية الخطف بيتكلم مع امين الشرطة، بيقول له دول حمير. هم قالوا مين الحمير يا فندم؟ البلطجية المتأجرين دول، دول كان قصدهم يخطفوني انا، بس اللي اتخطفوا دول كانوا زباين معايا ما لهمش اي ذنب. فقال له اخدوا الحمرة اللي هم البلطجية بالغلط، خطفوا الزباين وسابوني، وتبقى في ايدك وتقع يعني. بيقولوا ايه سخريه اسعاد هنا. احنا هنستكمل بقى بقيه المسلسل بعد كده، لان فعلا الشرطه قدرت تمسكهم، قدرت تمسك
الحمرة كما تطلق عليهم إسعاد البلطجية، وهنشوف ازاي مسكته. لازم يا استاذه هاله نقول انه الحاله الامنيه اللي مصر تعرضت لها نتيجه الانهيار الامني لابد اننا نذكر ان في جهود كبيره بتبذل، احنا كلنا حسنا طبعا طبعا، وان الشرطه المصريه بتعود لمسؤوليتها في حمايه المواطن وبتحاول انها تبقى موجوده، بنحس بنفسها بقى حوالينا اكتر مما سبق طبعًا. يعني بالتاكيد لسه الحاله ما رجعتش لطبيعتها طبعا، ولسه المسائل فيها حاجات مخاطره، لكن علينا اننا نساعد بقى، نساعد ادوات الدوله. يعني هي الفكره انه احنا ايه اخذنا على الشرطه انها استخدمت كاداه استبداد سياسي، وهذا حق، لكن الآن ونحن نبني مصر القادمة مش فقط استبداد سياسي بمعنى سياسي. أنها كانت تحرس الحاكم ولا تخدم بكل الشعب بكل أساليبه، لكن في النهاية ما فيش شعب بيعيش من غير شرطة قوية تقيم سيادة القانون وتحمي المواطن وتبقى ذراع الدولة للأمن الداخلي، لأنه من غير ده يبقى احنا بنفرط في الدولة. فعلينا بقى أن احنا إيه نبتدي ندخل في دائرة أنه ما تم هدمه من سياسات ومن قيم ومن أساليب، البديل لها لازم يقام من خلال البناء. إن إحنا هنبني الشرطة القادمة قوية وعزيزة وشجاعة وبتقيم سلطة القانون وفق سياسات جديدة. عشان كده نبقى دخلنا بقى في مشروع مصر القادمة، لأن إحنا لحد دلوقتي الحقيقة أسرى نظرية الهدم. صحيح احنا قلقانين بنقول هو النظام خلص ولا لسه ما خلص، هو احنا طهرناه ولا لسه ما طهرناهوش، هو احنا اقمنا المحاكمه للفساد ولا لسه، كل ده حقنا المشروع، لكن الاخطر منه اننا نبتدي نمتلك مفاتيح البناء عشان نعرف ان بلدنا مش هتقعد في فجوه، مش عايزين نطول الفجوه على نفسنا، عايزين الحاجه اللي فيها مصلحه علينا ولبلدنا نبتدي نفكر في البناء ونصر عليه عشان نأثر على نفسنا المسافات، لأن المراحل الانتقالية دي خطرة في حياة الشعوب. إذا استمرت في إطار الهدم للقديم والاحتقان ولا يعني وفاق وطني حوالين مشترك اللي تمسك بيه، بتبقى الحالة أصعب من أنك تعديها بسرعة، بدل ما تعديها في سنة وسنتين تعديها في خمس سنين. مصر ما تحتملش ده. الحقيقة أنا عايزة أقول أن إحنا شاهدنا في أسابيع قليلة مع اللواء محمد ابراهيم وزير صحيح الداخليه صحيح. الحقيقه يعني في نقله لازم. الشرطه نزلت الشارع، حسينا بيهم، هو بنفسه موجود في الشارع، ده هو جديد على وزير الداخليه في مصر، دي عمرنا ما شفناش وزير داخليه بيقف في وسط الناس، هو واللواءات الكبار واقفين في وسط الناس بيتلقوا منهم شكاويهم، بيساعدوا في حل الازمات. هو ده المسؤول اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين مسؤولين في براج عجيه، احنا عايزين مسؤولين عايشين في وسط الناس وحاسين وبيحلوا مشكلتهم. هو شوفي انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، احنا شفنا وزير الداخليه ودي سابقه، احنا عمرنا ما شفنا وزير الداخليه نفسه ونازل في وسط الناس في الشارع واقف، وهو حدد قال انا وظيفتنا اننا نحمي الشعب، اننا نحمي المؤسسات. لا في لي صور في الشارع غير الصور دي، انه واظن هو هنا اجتماع مع القيادات. اللي عايزه اقول لحضرتك برضو انه القيادات بقى بتعمل زيه، يعني اللي هو رئيس امن اسكندريه، رئيس امن اسيوط، رئيس الشعب امن المصري بينزلوا الشارع، اللواءات نزلوا الشارع. شوفي الشعب المصري العبقري قايل لك فيها حكمه، قال لك صلاح الجسم من صلاح الراس. ده الفلاح المصري اللي قاعد تحت الشجره جزء من عبقريته التاريخيه، انه قال لك صلاح الجسم من صلاح الراس. طب امال لما بيبقى في قياده، اما بيبقى في قياده بتبتدي بقى ايه الجسم ينتج الجينات الصحيحة. لأنه أنت شلتي رأس الفساد. حتى على فكرة ده يعني عبقرية الدعوة القادمة من السماء. الأنبياء كانوا بيعملوا إيه؟ ما كانوش بيجوا على ناس صحيحة، لا هم كانوا بيجوا على ناس كلها عورات وكلها ثغرات وكلها أخطاء، فبيبتدوا بهداية الديانة وهداية الحكمة الإلهية، يجيبوا التايه ويعلموه ازاي يبقى انسان. مش هي دي قيمه الحكمه صحيح. الالهيه الاديان هي قيمتها في هذا. احنا لما بنيجي نعمل اصلاح في مجتمع لابد نبقى عارفين ان احنا مش جايين على مجتمع سوي، يعني القياده اللي تيجي تقول لك الشعب ده لازم يطلع لي فوق دي لا تصلح للقياده. اللي يقول كده يبقى مش فاهم يعني ايه قياده شعب. الشعوب بتنزل لها القياده عشان ترشدها للطريق وتاخدها في ايديها كده وتبني بيها. ساعتها بقى المنحرف بينضبط،
اما بيبقى في قياده فيها عدل، شعب مصري بيحتاج قياده عندها عدل. لو العدل بان في القياده يمشي وراها ويهد جبال. ما هو احنا قعدنا 10 شهور انفلات امني، انفلات امني، مش عارفين الضباط مش راضيين ينزلوا. جه اللي هو محمد ابراهيم اثبت زي ما حضرتك بتقولي طبعا. هو نزل الضباط نزلت طبعا. طبعا يعني هو عمل طبعا. نفسه قدوه طبعا. وفي نفس الشعب المصري قدر ده. بس انا عايزه اقول لحضرتك بقى في الموضوع ده ليه، لان احنا برضو بنكبر الحاجات خارج حجمها. الراجل المخطوف ده قال ايه؟ قال دول كانوا جايين يخطفوني، يعني في عنده مشكلة ما. والناس جايه تخطفه. هي الـ لما يبقى في سهوله في انه الانفلات كامل، فالناس بتحاول انها تستغل ده طبعًا. اول ما بتشوف في قانون وفي شرطه في الشارع طبعًا. الموضوع سلطه بيتغير. القانون ودوله القانون هي الحل الوحيد. يعني اتمنى ان احنا نشوف دايما البوليس بتاعنا طبعًا. وهم قبضوا على الناس. وكمان عايزين نشوف حاجه تانية، في بلطجيه في الشارع مطلوقين من قبل بقى ايادي خفيه طرف ثالث زي ما حضرتك عارفه. أعتقد أن لابد أن يكون هناك ردع حاسم في معاقبة بعض هؤلاء طبعا. ويكون معاقبتهم قدامنا أمام الشعب طبعا. يعني أنا لغاية دلوقتي ما شفناش أن بلطجي بعينه أو مجموعة من البلطجية عملت الجريمة الفلانية تمت العقاب علنا قدام الناس عشان البلطجية التانيين يخافوا. لا أنا أعتقد أن كتير منهم تعرضوا للمحاكمات العسكرية كمان. يعني إحنا ساعات نسأل ونقول إيه لا يجوز أنه يتعاقب أمام محكمة عسكرية. طبعا كلنا بنطالب بمحاكمة المدنيين أمام قضية طبيعي. لكن كمان في بعض الأحيان أما بنسمع الأعداد الكبيرة لابد أننا نفرز المسائل نعرف مين اللي اتاخد لأنه كان ناشط سياسي كان صاحب رأي. لازم نعرف ده ولازم نعرف في... لا خليني أقول حاجة في سلة واحدة. لا لابد أننا نعرف ده بشكل دقيق لأنه أحيانا نقول مثلا إيه عندنا 12,000. طب هل 12,000 دول كلهم اتحكموا باعتبارهم نشطاء سياسيين؟ ده يعني ده كلام لازم يدقق. فيهم عدد كبير من البلطجية. لابد نعرف انه الجريمة الجنائية لما تكون في زمن الحرب او في زمن الثورة بتخضع في النهاية لإجراءات الاستثنائية. لانه في الحالة دي انت بتعملي ايه؟ كنترول على شعب في حالة تسيب قانوني وحالة تسيب امني. بس فانا عايز اعرف كتير من المحاميين يقول لك لا حتى البلطجي له الحق انه يحاسب في محكمة مدنية. شوفي دكتورة هلا انا اول من يرفع هذا الشعار وهذا واجبي ان يمثل المواطن امام قضية طبيعي. أيوة. ده لكن انا بوصف الحاله. احنا لازم واحنا بنقول ان بلدنا كان فيها ثور، كان فيها انهيار امني، كان فيها حاله استثنائيه، حاله سيوله في القانون. ما هو حضرتك واحنا عشناها ونزلنا نحرس بيوتنا ونحرس نفسنا بنفسنا مش كده؟ يبقى ما فيش دوله ساعتها، ما كانتش الدوله في حاله رخاوه. لما نيجي في اللحظه دي يبقى في بعض الجرائم الكبرى اللي تعرضت لمحاكمه استثنائيه لازم نبقى عاذرين الظرف نفسه. لكن ده لا يمنع ان احنا الاصل في الاشياء انه تقوم سلطة القانون والقاضي الطبيعي. لانه ده حق الدولة علينا وحقنا على الدولة. بس احنا حضرتك مشكلة البلطجية كيف تحل؟ هنفضل سايبينها في ايدين المحاكم العسكرية ولا تروح في المحاكم المدنية والقاضي الطبيعي وتكون العدالة ناجزة وسريعة والعقاب حاسم ونشوفه بعينينا؟ فبقية البلطجية يرتدعوا. العدالة الناجزة برضو لازم نبقى عارفين انه القضاء قضاء، ما حدش بيستعجل العمل القضائي. ولازم نستحمل بقى ان هو يقعد فتره يتحاكم فيها قصاد المحكمه الجنائيه العاديه. لكن كمان في رادع عاجل في ظرف الضروره. الظرف الضروره ده هو اللي بيخلي فيه حاجه اسمها قانون طوارئ. وفي بعض الاحيان لما الامور بتستفحل وبتبقى فيها نصيبه كبيره بتبقى فيها احكام عرفيه. لا احنا مش عايزين نوصل لده. ده احنا عايزين نلغي قانون الطوارئ. اذا عشان قلبي حاسس كده، قلبي حاسس ان قانون الطوارئ ان شاء الله مش كده اكيد يمكن بعد بكره مثلا نسمع الخبر. الشعب المصري يستحق ان يعيش في خطاب مهم، نسمعه في خطاب مهم بعد بكره الغاء قانون الطوارئ احتمال. نتمنى هذا لانه الشعب المصري يستحق ان يحيا في حياه طبيعيه ويستحق ان يحيا في ظل القانون ويستحق ان يحيا في ظل قضاء عادل. احنا نستحق ده. وبالتالي فكل حلمنا ان يحدث هذا بين طرفة عين. مش لكن كمان لازم نقرا المشهد صحيح. يعني انا مثلا لو هتعرض او انت او بنتي او اي حد من اهلنا من الشعب المصري لخطر داهم هشكر السلطه انها تتدخل باجراء
عاجل. يعني يعني احنا مش عايزين نصل لمرحله التزايد على بعضنا البعض. لا، كان في عندنا ظرف خطير جدا في مصر هو الانهيار الامني. يعني مفيش دوله بينهار فيها الامن. ده اخطر شيء تعرض له شعب. ده احنا عديناه الحمد لله ان احنا عديناه، يعني عدينا المرحله الحرجه واننا ابتدينا نشوف شرطتنا وابتدينا نبنيها من اول وجديد وعلى اسس جديده، وان تبتدي تبقى عارفه ان مسؤوليتها هي اقامه القانون واحترام المواطن، لان يعني المواطن ده اهم حاجه في البلد. امس تم الافراج على 1559 نشط سياسي. نفسي مركز بحث يعمل لنا دراسه يشوف لنا الحالات دي كلها عباره عن ايه. لا، اللي افرج عنهم دول ناشطين سياسيين؟ لا كلهم. كان ليه؟ قال لهم يا دكتوره أعتقد. جبتي منين هذا اليقين؟ انا اعتقد انا قاضي، انا ما بحبش اللي يتكلم كلام مرسل. هقول لحضرتك انا اتمنى ان حد يعلن لي. كان في دراسه موجوده كانت من حوالي كام شهر، شهر يوليا، كان في دراسه قالت ان ال 12000 حاله في المحاكم العسكريه منهم حوالي يعني عدد كبير جدا من البلطجية، النسبة الكبيرة يعني حوالي 50% أو حاجة كده بلطجية، وبعدين بقى كان في سرقة بالإكراه وما أعرفش، وبعدين كان في يعني كان في جريمة جنائية، جرائم جنائية مختلفة، وبعدين كان الناشطين أظن 2000 أو حاجة. برضو عشان نبقى منصفين مع بعضنا البعض وما نبقاش في هذه الحالة اللي احنا فيها ليل ونهار، كل حاجة خانقانة وعملنا احتقان وخلاص يعني زهقنا. بصراحة احنا عايزين نخلص من المحاكم العسكرية. احنا نفسنا نشوف اولا دي نمرة واحد ان يمثل كل المواطنين المدنيين محاكمات القضية العادل القاضي الطبيعي. لكن كمان لازم نشوف الحالات اللي موجودة دي من خلال فعلا تدخل مركز من المراكز الحقوقية يتولى وضع إحصائية حقيقية فيها كل الحالات اللي فيها الحالات اللي فيها قضايا رأي، قضايا النشطاء، لازم نعرف دول مين وعاداتهم قد إيه، ولازم نعرف كمان الجرائم اللي الناحية التانية اللي تمت في مرحلة السيولة القانونية والسيولة الأمنية والسيولة دي كانت عبارة عن إيه. لأنه ما هو لو كانش في محاكمات كان زماننا بدل مكاتب الجرائم عددها مثلا مليون هتبقى 10 مليون. فالشعب المصري يستحق الحماية. فإحنا لازم نبقى منصفين مع بعضنا البعض ونعرف ندقق في المعلومة، لأنه أخطر ما نتعرض ليه أنه المعلومة في, في, في مجتمعاتنا دلوقتي بقت بتسري سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة بيسر جدا. كفاية بس أنت تقولي أي حاجة تحطيها على تويتر والفيسبوك بقت معلومة، الباقي بيعلق عليها باعتبارها معلومة، ممكن تكتشفي في النهاية أنها كاذبة أي أساس، لكن هي مشيت على كام ألف وكم ألف علق عليها، لا ما حدش بيسألها. طب فعلا أنا موافقاكي جدا في ده. بالمناسبة في معلومة أنا يعني قلبي كده ما استريحش للخبر ده، أنا قريته في اللي هيصدر غدا إن شاء الله. في خبر يعني سمعنا امبارح، أنا زعت أسماء 10 من الشباب الذين تم تعيينهم بقرار من المشير حسين طنطاوي كنواب في مجلس الشعب. أنا بصراحة أستاذة سعادة المستشارة أنا فرحت، قلت يا ريتهم كانوا 30 مش 10، يعني عدد قليل 10 لتعويض الغياب الذي حدث لشباب الثورة. هل ممكن يزيد العدد؟ لا مش هيزيد طبعا. ليه؟ وانا محترمة ليه ده يزيدش؟ لانه كده معناه ان المجلس الاعلى لم يتدخل لتعديل النسبة الممنوحة لرئيس الجمهورية هي 10، فهم ما خلوهاش ل 20 ولا 30. يبقى محترمين التزامهم قدامنا بانهم مش هيعدلوا حاجة منصوص عليها في الدستور الا لما نعمل دستور يلغيها ينخليها. ده مسؤولية الشعب المصري. الحقيقة العشرة محق رئيس الجمهورية كنت أنا أتمنى أن هم يكونوا أكتر، لكن قريت خبر هيصدر غدا في اليوم السابع قلبي توغوش كده. شوف حضرتك كنت بتقولي تويتر يكتب عليه بتاع بقت معلومة، فأنا قريت في حاجة يعني علامة استفهام عملت تن كده في دماغي، أنه العسكري يعين متهما بالنصب ضمن العشرة في مجلس الشعب. يعني أولا إزاي؟ يعني هل يمكن أن يعين المجلس العسكري شخص ما كشفش على الصحيفة الجنائية بتاعته؟ يعني هل ده معقول؟ حد الأدنى يعني. هل ده معقول فعلا الحد الأدنى من بيقول الخبر أثار قرار المجلس العسكري اختيار ياسر صلاح، الخبر مكتوب مش مريح. أثار قرار المجلس العسكري اختيار ياسر صلاح عبد الحميد وشهرته ياسر القاضي المحامي ضمن العشرة المعينين بالبرلمان.
حالة من السخط نظرا لاتهامه في العديد من الدعاوى القضائية بالنصب والاحتيال على المواطنين. ياسر القاضي كان الأمين العام المساعد للحزب الوطني برود الفرج وتم فصله من الوطني ويواجه، والنبي ده لو اتفصل من الوطني يبقى كويس، ده دليل انه كويس لو اتفصل من الوطني، لانه لو فسد كان قاعد في الوطني. ويواجه العديد من الاتهامات بالنصب والاحتيال، اشهرها الدعوه الجنائيه المرفوعه من هيئه سوق المال التي تتضمن بلاغ الاهالي الذي يتهمه بالاستيلاء على سندات اكثر من 7000 مواطن بالفيوم بالاحتيال، وحصل منهم على صور بطاقتهم بدعوى منهم اعانات شهريه، وكان بيجمع البطاقات لتكويد هؤلاء الاشخاص في البورصه وحقوق، وحقق من ذلك ارباح وصلت 15 مليون جنيه. طيب يعني انا طلبت لنا، لما قلت لكم هقرا الخبر ده هتكلموا لنا الاستاذ جمال الجرحي. اهلا اهلا استاذ جمال الجرحي، رئيس مجلس اداره شركه السويس او البحر الاحمر للصلب. اهلا وسهلا. حضرتك اهلا بيك يا دكتوره. اهلا يا فندم. استاذ جمال، الاخ ياسر القاضي المذكور كان يعمل محامي معكم في الشركه، وما هي القصه يعني احنا لما عملنا ريسيرش قبل البرنامج على الموضوع ده عرفنا انه كان بيشتغل مع حضرتك في هذه الفتره التي يعني هذا اتهام واضح انه تم تفجيره في اللحظه التي تم تعيين ياسر القاضي فيها نائب لاسباب، يعني ربما هناك اسباب خفيه، ربما هناك منافسه، ربما هناك يعني محاوله اغتيال معنوي لفوزه بهذا المقعد، ما اعرفش. بس اولا يا دكتوره بمسي عليك وبمسي على ضيفتك العزيزه. اهلا وسهلا. واحب طبعا اكذب الموضوع ده جمله وتصديق يعني بالنسبه للموقف لكل اول كلمه الرئيس هو المبادئ، لان اولا ياسر صلاح راجل محامي وعارف وراجل درس الشؤون القانونيه كويس وعارف ايه الغلط وايه الصح. الموقف ده كان مكيده من واحد محامي وقدم في بلاغ في كذا حته وخد حكم بالبراءه، وهيئه سوق المال استبعدت ياسر نفسه من القضايا، وفي تقرير بالموضوع ده من هيئه سوق المال وفي احكام البراءه اللي خدها ياسر. فالمفروض النهارده ان اي قناه فضائيه او اي جهه اعلاميه لما تيجي تتكلم في موضوع لازم يكون معاها المستند اللي تتكلم بيه. مش ممكن يعني انا عرفت النهارده ان في قناه فضائيه اتكلمت الكلام ده على ياسر، فانا برد على الموقف ده. ثانيا اعتقد ان 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 الجيش او المجلس العسكري عنده من الكفاءه ان الناس اللي هيعينها يكون درسها دراسه كويسه جدا اللي بيها، مش ممكن يعين واحد وما اعرفش عنه حاجه طبعا. فما ينفعش ان احنا كل حاجه نجري فيها بالكلام، خلاص احنا تعبنا يعني. انا حاسس ان احنا كافراد وكبلد وكاسر الناس تعبت يعني وغدت، فلابد نتحرك دقه في اللي بيتقال. كل واحد عنده مستند اهلا وسهلا بيه يتكلم بيه. المشكله اللي بنواجهها يا فندم ان احنا الواحد مننا تنزل عليه مصيبه كده على راسه، يلبسوه تهمه ويقولوا على كلام ملوش اي اساس وراه عشان تكذب. اجري بقى حاول تفهم الناس ان ده ما حصلش وان ده كده وان يعني الانسان بريء من هذا الافتراء. حاول بقى تقنع الناس، هيفضلوا يقول لك مش يعني هو ده اللي كان مش هي دي اللي عملت. يعني على فكره انا اولا بحيي الاستاذ جمال الجرحي ان هو تدخل باعتباره رئيس مجلس اداره الشركه اللي فيها الاستاذ ياسر رئيس الشؤون القانونيه، انا اعلم هذا. والحقيقه لازم اقول كمان على الهوا ان انا اعرف الاستاذ ياسر القاضي جيدا، وهو واحد من الشباب الواعدين باستنارته، رغم ان هو من شباب السلفيين، لكن اللي شباب كتير السلفيين مستنيرين. الحقيقه والسلفيين نفسهم فيهم ناس مستنيرين. خليني اقول لك دكتوره هاله، لان انا الاستاذ ياسر ما كنتش اعرفه، لكن هو اتصل بي وطلب ان يقابلني وابهرني فيه هذه الاستناره الفكريه اللي بتقدمه فعلا كاحد الشباب الواعد من شباب الثوره. وانا يعني اعتقد ان هذه الوشايه هدفها الاغتيال المعنوي زي ما انت قلتي وطرحها بهذا الشكل. يعني احنا متعودين على الاسلوب ده مع كل الناس اللي لها دور يعني. يعني لو واحد نحاول كده نتصل بالاستاذ ياسر. لو واحد يا فندم عنده في نيته سوء ويرفع قضيه على واحد يفضل طول الوقت وطول العمر يدافع عن نفسه في هذا الموقف ده من سنه 2005.
ايوه هل يحق ان موقف من سنه 2050 هيفضلوا يقولوا يا جماعه انا طلعت براءه انا ماليش دعوه برضه يقولوا يبعتوا شكاوي فيه يعني. وكل ما كان يخش في ياسر يبعتوا مش ممكن يعني لازم الموقف يتحسم يعني لازم الاعلام يتحرك دقه في اي حاجه يتكلم فيها لازم يبقى عنده مستند سواء العالم اليوم او المصري اليوم او الاسبوع او اليوم السابع اي حد اي جريده بتتكلم لازم يكون تحت ايدها مستند طيب ده اللي بنتمناه انه يكون مسؤوليه الاعلام مرهونه في النهايه بتدقيق المعلومه لانه الحقيقه ده بيتكرر في حياتنا كتير قوي دكتوره هاله دلوقتي ما اسهل ان يلقي اي حد باي معلومه باطله فتسي زي النار في الهشيم ودي بنتي مطالبه بان انت تبقي في موقف الدفاع ورد الفعل يعني لازم نتقي الله في انفسنا وفي بعضنا البعض نبقى عارفين ان المنافسه الشريفه هي الاساس انه ما فيش مجال لأن الناس تستخدم أساليب رخيصة في الإغتيال المعنوي للشخصيات العامة والشخصيات ذات الرأي المخالف ليا يبقى دائما أنه الإنسان عنوانه البراءة يعني أصل البراءة يعني الإنسان إلى أن تثبت إدانته إحنا عندنا بنتين يصبح مدانة إلى أن يثبت براءته وحتى لما بيثبت براءته تفضل مدانة محدش بيصدق دكتورة أنا أبعتلك على الفاكس صورة البراءة وأبعتلك على الفاكس قرار هيئة سوق المال باستبعاد سيادة صلاح عبد المجيد من هذه القضية يا ريت حضرتك تبعت لنا الكلام ده دلوقتي يا جماعة ادوله نمرة الفاكس بتاعنا اللي عندي موجود جوه وهنعرضها على الشاشة ويشوفوا لنا الأستاذ ياسر بس نتصل بيه طب هو ممكن المكتب أستاذ ياسر معانا أنا بكلم حضرتك في البيت فلو لو المكتب الصبح يبعت لك صورة خلاص وهنعرضها بكرة إن شاء الله كتر خيرك يا فندم معانا أستاذ جمال خليك معانا الأستاذ ياسر على التليفون الأستاذ ياسر القاضي النائب الشافعي ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا دكتورة هالة بسلم على سيادة المستشارة أهلا بيك يا أستاذ ياسر وأنا عاجز عن الشكر في الكلام الجميل اللي قالته دي شهادة أعتز بيها أستاذ ياسر أهلا بيك أقول لك بقى يا سعادة النائب النائب الشاب كتر خيرك الله يكرمك يا فندم الحقيقة أنا لما قريت الخبر يعني أنا حسيت إنه توقيته غريب جدا وإن تم إعلان مساء أمس أنا أعلنت أسماءكم العشرة المعينين كنواب من الشباب من قبل المشير طنطاوي وأنا تعجبت يعني قلت لا يمكن يكونوا ما يعني فصصوا التاريخ الشخصي لكل واحد فيكم فيعني حتى ما نخشش المؤسسة العسكرية معروفة بنظامياتها الكاملة وتدقيقها اللي يكاد يصل للامتياز وده معروف عن المميزات للمؤسسات العسكرية زاد ان الموضوع ده انا مستغرب بيصار في الفترة ديت يعني معروف انه بيصار في الفترة ديت على اساس انا لو ما جيتش من قبل المؤسسة العسكرية ما كانش الموضوع ده لان الموضوع ده من 2005 وبعض الاشخاص يرفعوا الكلام ده انا عمري لا اتبعت لي طلب حضور ولا اتبعت لي ضبط واحضار ولا اتبعت لي انا اتحدى ان اي حد يجيب اي محاضر انا مكتوب فيها مثلا ان انا اتحقق معايا يعني اي متهم لو انا حضرتك نزلت اشتكيت حضرتك دلوقتي في اسم 6 اكتوبر لازم يبعتوا لك انا عمري لان انا بعيد كل البعد خلاص الواحد بيبقى بقى اي حد يتبلى عليه باي مصيبه بقى خلاص بيبعتوا له ورقه يا استاذ ياسر اولا انا عايزه وحضرتك انا جبت يا استاذ ياسر اتفضل يا استاذ ياسر ساعتها انا عايزه اقول لك حاجه درس اتعلمته في حياتي ومن الراحل العظيم الاستاذ احمد الخواجه نقيب المحامين يا سلام كان راجل عظيم طبعا حين نجحت اول مره في مجلس نقابه المحامين قال لي منذ الان ستبداي في رسم صوره لشخصيه عامه وسيستهدفك الجميع وستجدي من ينالون منك بأساليب متعددة إذا أردت أن تصمتي هؤلاء فلا تعلقي على ما يتحدثون به وأنا كان ده درس ليا اتعلمته وأنا صغيرة ومشيت بيه وأعتقد أن أي واحد من الشخصيات العامة لابد أن يتفرغ للمهمة اللي نظر نفسه ليها لأن هو أكيد بيبقى صاحب رسالة وصاحب رأي وصاحب قضية وأنه ما يشغلش نفسه بالهوامش دي لأنها هتكتر قوي عليك ده ما أنت دخلت في الدايرة هتكتر عليك نصيحة أنا مش ما دخلتش إلا لما عارف إن حضرتك موجودة والدكتور
الدكتورة هالة وشخصيتين أنا بعتز بيهم جدا. إنما أنا قررت بعد المداخلة دي مش هتكلم في الموضوع ده تاني. تمام. اللي عنده أي حكمة أو أي محضر يتفضل يقدمه للجهات الرسمية. يقدمه وأنا تحت أمر الجميع وربنا يهدي الجميع. ربنا يهدي الجميع. شكرا يا أستاذ ياسر. ونشوفك بكرة بقى ونراك بعد أول جلسة في البرلمان. هتنضم لنا هنا شباب البرلمان والنواب الشباب الجدد وتكونوا معنا بإذن الله في الاستوديو إن شاء الله. شكرا شكرا أستاذ جمال الجرحي معنا ولا راح فين؟ شكرا أستاذ جمال وشكرا على كلمة حق. هو المفروض إن ياسر يبدأ من حيث انتهت المستشارة تهاني الجبالي وياخد الكلام ده على إن هو يبقى بداية حياته يعني. أيوة شكرا يا فندم وشكرا على شهادة الحق مطلوبة في كل زمان ومكان. وإن شاء الله بعت لنا برضو الأوراق علشان نحطها في عين أي حد يقول الكلام التشويق. وشاية فعلا سيئة جدا رخيصة كمان ورخيصة وبسرعة قوي ده تبين يعني مقهورين اللي هو الحقد. المهم إن احنا هنرجع نتكلم عن الدستور الرئيس القادم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومهم جدا أننا نستكمل كلامنا على البرلمان القادم وأول جلسة غدا إن شاء الله بعد شوي. ومنين أجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه إذا كنت باجي أقوله نص عقلي يتوه فمنين أجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه. الكلام مش مستجيب والصمت عار والمسافة بعيدة بين الفعل والقول البليد لكن نحاول لا القصيدة حتجري على الأسفلت ولا ترمي حجر ولا فوق أكتافها رح تحمل شهيد ولا حتبعد خطر ولا حتقرب بعيد. الكلام آخر المطاف هو الكلام والدم دم. القصيدة توصف الدم الذكي ما تشيلش نقطة توصف الأم اللي ماتت بنتها قدام عينيها بس وصف جيد وصف خايب وصف صادق وصف كاذب في النهاية كل وصف كل شعر الوصف ما يساويش في سوق الحق صرخة. الكلام عن كل ده شيء بالتطاول انما لازم نحمل. القصيدة مشكلتها في التناول مشكلتها في البداية والنهاية مضامينها وشكلها وعديد من المسائل. القصيدة قصيدة بس الفعل فعل. هل نكف عن المحاولة او نحاول؟ لو سكتنا يقولوا ضاعوا لو وقفنا يقولوا باعوا وإذا قلنا يقولوا فين الكلمة من رمية حجر صرخة قتيل ثورة الأطفال تخلي الشعر لو كان عبقري وزنه قليل. يا رفاقة شعرنا ما هوش بخيل اعذروا الشعراء إذا خرسوا النهاردة واعذروا الكلمة إذا احتارت ودارت النهاردة الغنوة للأفعال واعذروا العواجيز إذا صمتت النهاردة واستكانوا للرجاد في الصمت مدة النهاردة الصرخة للأطفال. الكلام ما يشيلش جثة الكلام ما فيهش دم الكلام ما فيهوش هجوم ولا تراجع الكلام ملوش لجان الكلام ما هوش محاصر بالمدافع لا دكاكينه بتكفل ولا تتسمم غطانه ولا قطعين عنه نوره أو مياهه ولا ممنوع من العمل ولا مشلول بالحصار الاقتصادي ولا بالغاز المسيل للدموع ولا بيعاني عطش ويعاني جوع زي أصغر طفل في الوطن المقاتل. نسكته ولا نحاول؟ لا نحاول. ا
تسمحي لي اقرا خبر مهم يعني النهارده في اخبار اليوم وفي اليوم السابع يعني في الاخبار اليوم اول جلسه لبرلمان الثوره الامام الاكبر للاعضاء تذكروا المهمشين والمحرومين وحاربوا الفساد والمحسوبيه. الدكتور العوة أرفض اقتراح تولي رئيس مجلس الشعب إدارة شؤون البلاد، هنسأل حضرتك في النقطة دي نقطة مهمة. والإخوان يطالبون المتعجلين بالصبر وانتظار موعد نقل الحكم للسلطة المدنية. بعد قرار المشير بمنح ميدالية 25 يناير للشهداء والمصابين وأفراد الجيش، شباب الثورة القرار خطوة على الطريق الصحيح. منصور حسن في حوار شامل مع الأستاذة الكبيرة نعم الباز، أميل لعدم الترشح للرئاسة وأحسم قراري قبل أول فبراير، ولا بد من احترام الجيش وقادة المجلس العسكري كانوا معرضين للشنق، وثورة يناير معجزة إلهية وشبابها أشبه بالملائكة والفرسان. الخبر المهم بقى اسمحي لي يا استاذه هطول فيه اخد منك دقيقتين كده. محامي المخلوع يشبه مبارك بالرسول عليه الصلاه والسلام والشعب بكفار قريش. اديب مبارك لا يزال رئيسا للجمهوريه والمجلس العسكري سطى على الحكم وحل مجلس الشعب بالمخالفه القانونيه. الحقيقة خبر ومفاجأة الديب أيضا في اليوم السابع، بتقول مبارك لا يزال رئيسا لمصر. الحقيقة يا سعادة المستشارة الحقيقة الرئيس السابق كلف الجيش بإدارة شؤون البلاد وليس التصرف فيها. حضرتك معاكي قلم بس عشان ما ننساش النقط. لا ما يعني وقرار التنحي، هقرا الخبر معلش حضرتك انتظري معايا لان المشاهدين زمانهم قلبهم هيوقف. وقرار التنحي تليفوني وغير قانوني، حيث فجر الديب هذه المفاجأة وقال ان الرئيس السابق حسني مبارك فجر فريد الديب مفاجأة بشأنه، وقال يعني كما يذكر اليوم السابع والاخبار انها مفاجأة من العيار التقيل في مرافعته اليوم، دفع ببطلان محاكمة مبارك. نمرة واحد بطلان المحاكمة، تاخدي حضرتك قلم اتفضل. نمرة واحد بطلان محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات التي تنظر الدعوة نظر لعدم اختصاصها ولائيا بالقضية بحكم الدستور، مؤكدا أن مبارك لا يزال رئيسا للجمهورية حتى وقتنا هذا بحكم القانون، أيضا في إشارة ضمنية بأن أمر التنحي كان كأن لم يكن. وفقد وفند الديب دفاعه قائلا ترفعت في الخمسة أيام الماضية وتركت هذا الدفاع لآخر الأيام حتى لا يتهمني أحد بأنني هربت من المحكمة، كاشفا بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوة، موضحا أن القانون مادة 85 من دستور 71 بتقول أن مجلس الشعب له الحق في محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى أو أي جريمة أخرى بشرط أغلبية ثلثي البرلمان، وتكون نظر القضية أمام محكمة خاصة وتشكل من 12 عضو، نصفهم من أعضاء مجلس الشعب والنصف الآخر من أقدم المستشارين في الهيئات القضائية. ده احنا دخلنا في دهاليز كبيرة جدا. ويتولى النائب العام المرافعة أمام القضية ويكون مقره محكمة النقد. وإن يعني في بطلان لمحاكمة مبارك بما إنه يعني لم يتنحى كما هو يقول، وإن التنحي ده كان بمكالمة تليفونية وإن ده قضائيا غير مقبول. حكاية تشبيهه بقى، طب نتكلم في النقطتين دول وبعدين نشوف تشبيهه بالرسول عليه الصلاة والسلام. شو يا استاذة هالة؟ أولا أنا كقاضي لا يجوز لي التعليق على محاكمة تجري أمام قضاء مصر العظيم. أيوة. لكن الأمر يمكن تجريده من حق الدفاع أنه يقول كل ما شاء وإحنا هننتظر الحكم لأن الحكم هو عنوان الحقيقة، هو ده الوضع القانوني للمحاكمة أنه أي محامي بيترفع عن أي حد يقول ما شاء. لكن ما يهمني في الأمر هو أننا نخرج من دائرة المحاكمة نفسها عشان نشوف توصيف الحالة التي تولى فيها المجلس الأعلى للقضاء المسلح الحكم.
لانه ده اللي يهمنا في الموضوع. انا اعتقد ان اللي اتقال النهارده بكل المقاييس يستدعي انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه يكشف على الشعب المصري دهاليز اللحظات الاخيره في وجود رئيس مبارك في الحكم، الرئيس السابق طبعا. أيوة. او المخلوع. أيوة. ليه؟ لانه جزء من مسؤوليه المرحله دي هو وضوح شفافيه المعلومات. ده دليل مادي لو كان هذا صحيحا. هذا دليل مادي على انه الجيش المصري انحاز للاراده الشعبيه اللي هي فيها الشرعيه الثوريه، وان هو الاقصى الرئيس السابق عن الحكم. صحيح. وبالتالي وبالتالي احنا عايزين، عشان ده هيخلينا نقف لهم يوم 25 ولا يوم 11 فبراير اللي هو حصل فيها ده، كل الشعب المصري يقف لهم تحيه في ميادين التحرير، لان هم حسموا الصراع السياسي بانحياز على غير اراده الرئيس، اللي هو حاول ان تبقى الاخراج حتى شكله كويس، فطلع هو بمحاميه وقال لا ده ما حصلش. ده اول نتيجه. اول نتيجه انه الجيش المصري احترم العلاقة التاريخية بينه وبين الشعب المصري، فهو الذي تدخل في اللحظة الحاسمة وحسم الصراع بإخراج الرئيس السابق من المشهد السياسي. دي نتيجة. النتيجة الثانية بتقول الآتي، إنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لما جه ما جاش بتفويض من الرئيس بقى، لأنه الرئيس لو إحنا هنحاسبه هو لا يملك أنه يفوض سلطة من خارج الدستور. هو كان رئيس في ظل دستور 71. دستور 71 يمنع عليه حين يتخلى عن الحكم إلا أنه يقدم استقالة لرئيس مجلس الشعب. لما هو يروح يدي تفويض بإدارة شؤون البلاد، دي مش محل بقالة. هدي اللي أنا عايزه، دي دولة خاضعة للدستور. أيوة. وبالتالي فلما يبقى فيه مش التكية بتاعته، يعني مش الشركة أو أنا كلفت. أيوة. لو هذا التكليف بقى يعني هنتكلم فيه في القانون الدستور. طب دي سلطة من خارج الدستور. مين اللي أذن لك أن أنت تخالف الدستور اللي أنت أقسمت اليمين على حمايته واحترامه؟ طب هو حين أسقطوا الثورة، أسقطت مبارك، أليست هناك شرعية ثورية؟ هي دي بقى اللي احنا عايزين نقولها. يعني بيتكلم شوفي في شوفي شرعية أي نظام حكم يأتي من خلال الإرادة الشعبية. لما تتغطى الأسفلت في كل شوارع الميادين والهواء اللي احنا شفناه، ان الشعب المصري في الشارع، وان الثورة بتتنامى ملايين بقوة الدفع الذاتي ومن غير قيادة كمان، فمعنى كده انه صاحب الحق الأصيل في منح الشرعية قد سحب الشرعية. انا شخصيا لي تسجيل في قناة الحياة أثناء وجود الرئيس في قبل ما يغادر المشهد السياسي، وقلت الكلام ده على الهوى وأنا قاضي دستوري، وقلت إنه صاحب الشرعية هو الشعب المصري، ولا توجد شرعية إلا من يقبله الشعب المصري في موقع المسؤولية. الثورة أيضا لها شرعيتها. الثورة أيضا بتنزع السلطة ممن لديه السلطة، وبالتالي فهذا المشهد يردنا مرة أخرى لأنه الشرعية الثورية وإرادة الشعب المصري هي التي حكمت، والثورات أيضا لها شرعياتها. الشرعية الثورية هنا هي التي حماها هذا الموقف التاريخي للجيش المصري بأنه ينحاز الشرعية الثورية، لأنه أول قرار خده المجلس الأعلى بعد ما جه هو تعطيل دستور 71. ليه؟ لأنه تعطيل الدستور معناها أنه السلطات التي هي موجودة في هذا الدستور لم تعد قائمة. إنه اللي بيحكمنا دلوقتي، وعشان كده لما عمل الإعلان الدستوري كان هذا مبررا، لأنه دخلنا في دستور 71 كان معناها أننا نرجع تاني لصلاحيات واختصاصات، وممكن ساعتها بقى نقول الله ده كان دستور 71 في نص بيقول تنشأ محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس، وبما أن ما فيش محاكمة للرئيس ما فيش محكمة أنشأت، فإحنا دخلنا بقى إيه في دايرة أن إحنا في قضية عادية. لا، قضايا الشعوب لا تناقش هكذا. قضايا الثورات لا تناقش هكذا. الشعوب هي التي تمنح الشرعية والتي تمنعها، وهي أيضا التي تسحبها وتنزعها. وبعدين نزعت منه شرعيته، لأنه هنا إحنا لازم نعرف أنه قيمة أي ثورة في أنها بتمنح الشرعية دي ما هو قادم، لأنها بتقول أن إحنا خلاص الجراحة التاريخية هي الحل.
لو كنا دخلنا في الإصلاح وقدرة الإصلاح ما كانش ده كله جرى، لكن الذي حدث أنه مسام النظام أغلقت ولم يعد قادرا على تحمل مسؤولية الخروج من الأزمة المركبة، ومصر كانت فيها حالة ثورية بقالها 5 سنين على الأقل إن لم يكن أكثر. دي شواهد المشهد العام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي كانت بتقول أن في حالة ثورية في مصر، لكن إمتى وفين دي ملك للشعوب. أيوة. الشعب المصري هو اللي اختار اللحظة، وهو اللي اختار أن يخرج في الشوارع وأن يصبح كتلة حرجة زي ما بيقولوا علماء السياسة، ليصبح الرجوع غير ممكن. وهنا يبقى أما نبقى بنتكلم على الشرعية لازم نقول أنه شرعية الثورة قائمة وحق للشعوب، الشرعية الانتقالية قائمة لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن هو بحكم لو ده صح، لو صح ما قاله محامي رئيس المخلوع في المحاكمة، كان زي ما قال فهذا منصور حسن هذا معناه كانوا معرضين للشنك طبعا، وهذا معناه أنهم قد تحملوا المسؤولية التاريخية في أنهم يحسموا هذا الصراع لصالح الإرادة الشعبية في الشارع. وده الجيش المصري ما يقدرش يعمل إلا ده، لا قياداته ولا افراده يقدروا يعملوا الا ده، لانه ده تاريخ العلاقه ما بين الشعب والجيش في مصر لازم ان يقرا بشكل خاص جدا، لان مصر ليست امريكا اللاتينيه اللي فيها العسكر اللي بيقولوا يسقط حكم العسكر، هذا الشعار الماركسي العظيم يتقال في امريكا اللاتينيه ما يتقالش في مصر. وايضا للي بيقولوا يلا نقرا تجربه تركيا، الجيش المصري ما هوش جيش تركيا يعني اللي قدم للدوله الحديثه من اطار الدوله العثمانيه وكان لديه عنصريه واستعلاء، وهو ابناء طبقه الاليت الطبقه النخبه اللي متربيين في اوروبا وكان لهم دور خاص جدا. الجيش المصري جيش مختلف وهو احد ادوات الدوله الوطنيه المصريه، واللي ما يقراش تجربته الذاتيه يبقى مش فاهم هو مين. طب هنا السؤال، يعني في ظل اللي بيقوله الاستاذ فريد الديب، انه حضرتك ذكرتي لابد ان نؤرخ ونقرا الايام الاخيره طبعا في حكم مبارك وبوضوح شفافيه الحقيقه، لان احنا نتمنى ان يعلن الحقائق ما حدث في هذه الكواليس يعني كاملا. سمعنا والاستاذ عبد اللطيف مناوي بيكتب كتاب حديثا وقال فيه حقائق مذهله فيها على اللحظات الاخيره بالنسبه لتشبث الاسره بالسلطه وتشبث سوزان وجمال بالسلطه، توثيق ما حدث في هذه اللحظات الحرجه من كل الاطراف الموجوده، وان كان هناك احتمال من جهات او يعني اشخاص في الدوله كان يمكن ان ينقلبوا على المجلس العسكري ويحاولوا الدفاع عن جمال ومبارك، وكانت هذه اللحظه ممكن ان كما ذكر السيد منصور حسن ان كان اعضاء المجلس لما عملوا البيان الاول معرضين للشنك، بتقول ان في كان في قرار باقاله المشير طنطاوي، وكان في احنا عايزين مبارك اصدر قرار باقالته، يعني عايزين الحقيقه انا ضد عايزين نعرف التغييب الشعب المصري عن اي حقائق، عايزين نعرف الكلام. اتمنى ان يكون شفافيه المعلومات جزء من بناء الوعي الجماعي في الشعب المصري، وما زلت اخاطب الجميع واقول ان الشعب المصري لديه من الذكاء التاريخي اللي بيقف فيها في ظهر اي حد بيحكمه لما بيبقى عارف الحقيقه وعارف الاطراف الصراع وعنده وضوح رؤيه. الشعب المصري بيبقى قادر على اتخاذ القرار الصحيح بالحاسه السادسه، هو بيعرف يفشل اي مؤامرات واي مناورات. طب على اي اساس بس لازم الثقه فيه ان المعلومات تبقى قدامه؟ المفروض بقى نعرف لازم، يعني خصوصا الايام اللي هي 18 يوم دول لازم نعرفهم يعني بالتفاصيل. اتمنى هذا يعني يبقى جزء من الاحتفال الاول بثوره 25 يناير، قولوا لنا الحقيقه اعلان كواليس اللحظات الاخيره في حسم الصراع لصالح الثوره. صحيح، عايزين نعرف اللحظات الاخيره في حسم الصراع لصالح الثوره بالمعلومات بقى يعني مش كده، وده حق الشعب المصري. ده حق الشعب المصري. صحيح صحيح. لكن على اي اساس يعني انه الاستاذ فريد دي بيقول لك ايه، لا يوجد رئيس جمهوريه يستقيل بمكالمه تليفون وبيرجع ذلك. انا بس في سطر عايزه اتوقف في الصحف بكره بتقوله الاستاذ فريد دي في نهايه مرافعته قال مبارك كلف الجيش بإدارة شؤون البلاد وليس التصرف فيها. دي نقطة مهمة جدا، هو كان بيملك البلد
زي ما حضرتك قلتي مش محل بقى التصرف تعبير قاسي قوي يعني ما سابهمش يتصرفوا يعني لا, أحد لا احد يملك ان يتصرف في مصر. مصر تتصرف في كل من فيها لانها تعلم جيدا انها هي الباقيه, وانه اي نظام واي حاكم واي جماعات واي تنظيمات كله الى زوال. يا سعاده المستشاره في كبر وغطرسه في قلب هذه الاسره المالكه رغما عن انفنا انه سابهم يديروا شؤون, قال لهم النبي تديروا كده زي ما حضرتك قلتي مش محل بقاله. مصر مش محل بقاله ولا شركه ولا عزبه ولا تكيه. بيقول ايضا استاذ فريد دي بقرار العسكري بحل الشعب مجلس الشعب وتعطيل الدستور باطل, ويصف مبارك بالنسر الجريح ويطالبه بالصبر مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في مواجهته أهل مكة. يعني لازم سعادة المستشارة من فضلكم تنقلوا لي عليها فورا. يعني تعبيرات يعني إزاي؟ لا يعني أنا مش عايزاكي تخرجيني من دائرة أنه حق الدفاع يقول ما شاء. أيوه. هو حر واجب الدفاع يقول ما شاء. لكن الحق العام أن احنا نبقى عارفين أن مصر قامت فيها ثورة, أن هذه الثورة غيرت نظام الحكم. أيوة. أن الإرادة المؤقتة التي تدير مرحلة انتقالية أعلنت منذ اللحظة الأولى أنها تدير مرحلة انتقالية لحين تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة. أيوة. يبقى إحنا عارفين أنه هذه يعني الإرادة اللي كانت في الجيش المصري في ممثلة في مجلسه الأعلى اللي هم قادت كل الأفرع كانت على مستوى المسؤولية التاريخية في حسم الصراع لصالح ثورة الشعب المصري. إذا صح هذا فيبقى رئيس أقيل مش هو اللي مشي. ويبقى هؤلاء الأبطال فعلا يستحقوا إن إحنا فعلا نذكر لهم أن هذا الموقف حمانا من كثير من الأخطار التي تعرضت لها دول أخرى وشعوب أخرى ربما لو عناها الشعب المصري لولا لطف ربنا بيه إنه ما حصلش عنده ده. وربما ده اللي جنن أعدائه على فكرة. يعني جزء من اللي جنن أعداء مصر هذه العلاقة الوثيقة اللي بدت في مراحل الثورة ما بين الجيش والشعب. وأن الشعب المصري يستقبل جيشه بكل هذا الحب وبهذا الصدق في الإحساس بأنه في أمان في وجوده. يعني على فكرة المشهد ده هو السبب في اللي احنا فيه. لأنه كتير قوي لن يقبلوا باستمرار العلاقة ما بين الشعب المصري والجيش المصري في إطار الأمن القومي المصري التاريخي اللي هو جاي من يام مينا موحد القطرين. انه مصر دي عباره عن ايه؟ عن مشروع بحكم الجغرافيا والتاريخ بيبقى نهضوي للداخل وبيشد منطقه بالكامل. هذا المشروع بيحميه قوه الجيش قوه السلاح في كل مراحل التاريخ. لو وقعت المعادله دي وقع نظريه الامن القومي المصري. فاعدائنا فاهميننا كويس قوي. وعشان كده الاسفين اللي بتدق بين الجيش والشعب دي وطبعا ده لا ينفي الاخطاء. اخطاء اداره المرحله الانتقاليه كلنا معترفين بيها. وبالتاكيد يمكننا ان نراجعهم في كثير من الامور. لابد من المراجعه. لكن لكن, لكن اللي ما يقعش فيه كفخ هو شق العلاقه لاول مره في التاريخ ما بين الجيش والشعب. ده اللي لازم نبقى عندنا الرشد السياسي والوعي الكامل لانه لن يحقق الا مصلحه للعدو بس. العدو ده ممكن يبقى في الداخل في الخارج ماليش دعوه, لكن في النهايه هذا العنوان جزء لا يتجزا من ضروره بناء الوعي الجماعي. الوعي الجماعي بيقول انه المحاسبه على الخطا السياسي لا يجب ان يصل لمرحله الصدام او النيل من العلاقه التاريخيه ما بين الجيش والشعب. ده لو احنا هنقرا المشهد في اطار انه ايه ارتفعنا فوق الجراح وفوق التفاصيل يا دكتوره هاله, لان كتير من المسائل جرحانه وسايبه اثر. لكن في النهايه اللي بيبني موقف سياسي ما بيبنيهوش على الغضب, ما بيبنيهوش على رد الفعل, بيبنيه على قراءه رشيده للموقف السياسي بكامل أبعاده. أبعاده في أمنه القومي الداخلي وأمنه القومي الخارجي. هنا هيبقى فيه رشد في اتخاذ القرار. وده اللي بتمنى أن شبابنا يسمعوني فيه
وهم يعلموا جيدا حجم ارتباطي بشباب هذه الثورة وعلاقتي اللي أنا واثقة من أن هم فاهمين كويس أن أنا أعلم أنهم هم مستقبل هذا البلد وأن هم أيقونة هذه الثورة وأن هم مقدمة المشهد الثوري لان هم الطليعه الثوريه هم طلعوا بكل البراءه زي ما بيقول السيد منصور حسن طلعوا شكل الفرسان والملائكه. وتحلق حواليهم الشعب المصري لان ربنا اراد له انه يخرج من اسر هذه المرحله ويبني مرحله جديده في حياته. لابد ان نعرف ان ده ضروره الحفاظ على هذا الضمير الجمعي انه ما يتقطعش نصين ما يتمزقش بين رؤى وافكار. حضرتك لما بتقولي الكلام ده انت هجمتي في الفتره الاخيره هجوم شديد لانك بيقولك دي بتدافع عن المجلس العسكري او دي بتدافع عن الجيش. المجلس العسكري ده شرف لي على فكره ان انا دافع عن المجلس الاعلى للقوات المسلحه وعن الجيش. يعني انا لا انكره واعتبره جزء من شرفي الوطني أن لا يصل المرحلة. ورغم أني أنا أول المختلفين لمن يذكر أنه أنا أول من اختلف على مسار المرحلة الانتقالية وبصوت عالي وكان يعني مرحلة عصيبة جدا لكن اختلافي لا هنا يمكن اختلفتي يعني ما كانت يمكن المنشط بتاع اختلافك كان إيه؟ من أول دقيقة قلت إيه؟ من أول دقيقة قلت أن احنا دخلنا في المسار الشباب. في المسار الأصعب وليس الأسهل وأنه يجب أن يوضع دستور البلاد أولا ويحدد نظام الحكم ثم من خلال هذا الوضوح ننتخب رئيس الجمهورية وننتخب البرلمان. وفي ذات الوقت قلت أنه الحد الأدنى كان أن يكون رئيس الجمهورية في مرحلة انتقالية هو الذي يضع ما يمكن أن يسمى اللجنة التوافقية تضع مشروع الدستور على ضوء حوار وطني واسع ثم يتم بعد ذلك بناء المؤسسات. منذ اللحظة الأولى كان في اختلاف على المسار وأيضا كان في اختلاف على كثير من النقاط المتعلقة بإدارة هذه المرحلة لكن هذا الاختلاف لا يمكن والغضب أيضا من كثير من الأمور التي حدثت على سبيل الخطأ في حتى لو على سبيل الخطأ لابد من المراجعة ولابد من الحساب سواء كان يعني حاجة من المجلس العسكري أو ضابط يعني عادي يعني طبعا الآن بدهس المتظاهرين أو الآن بسحن المتظاهرين لابد من محاسبة إذا والعقاب. لم يكن لدينا قدرة المحاسبة لأي من كان بالزبط. مهما كان موقعه فهذا خطأ لكن كمان لابد أننا نعرف أنه الاستخدام السياسي للخطأ الفردي لتحويله الاتهام للجيش المصري هذه جريمة وخيانة لأنه الجيش المصري ما عندوش عقيدة بيتربى عليها الضباط والجنود بتقول ادهسوا الشعب المصري طبعا. ولا عنده عقيدة بيتربى عليها بيقول أن الجنود والضباط انزلوا هينوا المرأة المصرية اللي يقول كده يبقى بيهين جيش مصر وجيش مصر طول عمره بيتربى عقائديا على ان هو له عدو خارجي بيحمي فيه الشعب المصري والدوله المصريه اللي مش فاهم ده ومش فاهم عارفه يبتدي يدخل في دائره الاستخدام السياسي وهذا حدث وكان تمنه انه يخرج بعض الاطراف من دول زي ما عملت هيلاري كلينتون تقول عار على الجيش المصري لا هي لما حصلت جريمة بأبو غريب وجوانتانامو وانتهاك حرمة الشعوب رجالها ونسائها كانوا بيبقى الرد ان دي اخطاء فردية وسيحاسب من ارتكبها لكن محدش منهم هان جيشه احنا جيشنا اعز واغلى من ان يهان وان يهان في عقيدته وان يهان في قدرته على حماية الشعب المصري وأن يهان في علاقته التاريخية بالشعب المصري أو أن يهان قادته لأنه لو أنا عملت الفصل وقلت لا ده المجلس الأعلى حاجة والجيش حاجة تانية يبقى أنا قسمت الجيش المصري. هل إحنا المجلس عندنا الأعلى للقوات المسلحة يؤدي مهمة سياسية بالظبط ننتقده في مهمته السياسية من حقنا لكن ما نصلش لمرحلة الفصل بينه وبين جسد الجيش لا طبعا لا الفصل ما بين الجيش والشعب بقينا متفقين على أنه المحاسبة على المسؤولية السياسية بكل ما فيها من أخطاء واجب والمحاكمة واجب على من ارتكب خطأ أيا من كان لأنه ده حقنا لكن في النهاية إحنا يجب أن يكون لدينا الوعي الكامل بأنه هناك الرؤية الأشمل لهذا عنوانها هو الأمن القومي المصري اللي عنوانه هو وحدة الجيش والشعب اللي هيعبث في هذا الملف هو عدو
سواء كان داخلي ولا خارجي. بس أؤكد مرة أخرى أنه المجلس العسكري أو أي مكان المجلس زي العسكري ما على فكرة أنا دايما كل العالميين إيه؟ برجحهم في هذا. مفيش حاجة اسمها المجلس العسكري. المجلس العسكري يتقال لما يكونوا هم تشكلوا جم كده مجموعة من الضباط من أي مكان بأي رتب وعملوا مجلس حكموا بيه البلد بعد انقلاب. ده يبقى مجلس الأعلى للقوات المسلحة. ده مجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي فيه قادة الأفرع وقادة الأركان وبالتالي فهم موجودين بحكم الوظيفة. ما قلناش بانقلاب واختاروا بعضهم من جوه الجيش وراحوا عاملين لنا مجلس عسكري. لا ما اختاروش بعضهم هم موجودين طبقا للقوانين. عشان انتوا الاعلاميين مسؤولين عن هذا الخطأ الشائع لان استخدمتوه انتوا الاول فبقى خطأ شائع. وعلى فكره مدلوله السياسي ومدلوله في اطار الثوره مغاير تماما لانه هم جم بحكم موقعهم كمجلس اعلى عشان يحرصوا الاراده الشعبيه لمرحله انتقاليه ننتخب فيها البرلمان وننتخب رئيس الجمهوريه وهم هيسلمونا بلدنا ويرجعوا لدورهم الطبيعي. ده المعلن وده المكتوب في الاعلانات الدستوريه واحنا لازم نتمسك بهذا. مفيش حد يقعد يقول يا اصل انا اظن زي ما جه جيمي كارتر وراح مطلق لنا جزء من السفين اللي بتطلق في مصر راح قايل ايه انا اشك في ان الجيش المصري هيسلم السلطه في نهايه المرحله الانتقاليه. انت مين عشان تشك وايه دورك في ان هذا في ان انت تلقي بهذا تلقيه على الشعب المصري في لحظات فيها كمان احتقان. ايوه ايه احتقان اللي يقرا هذا التصريح من غير ما يعرف ان ده دق اسفين بين الشعب المصري وجيشه لانه بيشككنا في انهم هيسلمونا السلطه. أيوة. لما يبقوا ما يسلموناش السلطه احنا موجودين هننزل ليه لما ما يسلموناش لانه هذه الثوره عنوانها انها ثوره شعبيه يملكها الاراده الشعبيه وانه الجيش المصري حارس على هذه الاراده حارس لحد ما نبني مؤسساتنا وبعد كده لسه هيطول بقى المشوار. أيوة. يعني احنا لسه عشان نغير النظام النظام ده مش اشخاص ومش رئيس جمهورية بس من ده اخطأ يا استاذة من اخطأ لابد ان يحاسب ويحاكم طبعا. أيوة. واي مكان اي مكان ايوه اي مكان صحيح من غير كلام انا موافقة حضرتك. نكمل بس كلمتين في المرافعة. قال الاستاذ فريد الديب في مرافعته ما انا مش هتكلم على المرافعة حضرتك ما تتكلميش احنا بس عشان نقول للناس لان احنا قلقنا كده يقول لك نظر لمبارك وقال له أنت تعاني ممن غدر بك لا تحزن وأنت تسمع أبنائك وأهلك وقومك ينقضون عليك وأنت أعزل وينفضوا من حولك بعد أن كانوا يتهتفون على لقائك ويمطرونك بالشماتة مخالفين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشمتوا لا تحزن يا مبارك وكن جالدا كعادتك فأنت لست أفضل من رسول الله الذي عليه الصلاة والسلام الذي واجه أهل مكة وبغيهم فتوجه إلى الطائف والذي لم يجدهم أفضل منهم فقذفوه بالحجارة حتى أدمى وهرب إلى أحد البساتين ودعا ربهم اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين وناصر المستضعفين ولا حول ولا قوة إلا بالله فامثل يا مبارك ورب الدعاء والله لعل الله يفرج كربك واذكر أنك من قلت أن قضاة مصر لا يحكمون إلا بالعدل قضاة مصر لن يحكموا إلا بالعدل فإن حكموا ببراءتك فذلك على حد قول فريد الديب فضل وإن حكموا بإدانتك فتلك إرادة الله إرادة الله إن شاء الله وإرادة الشعب. الحقيقة أنا متوقفة أمام هذه الكلمات لأن الكلام ده في مباشرة اتهام للشعب المصري إن هم الذين يمارسون البغي والعدوان والظلم وهانت عليهم يعني الحقيقة كلام كنت لا أود أبدا أني أسمعه يطلق على الشعب المصري وقد يصيبنا جميعا بالغضب لكن كما قالت الدفاع. كما قالت أنا هو على طرف لساني كما قالت حق الدفاع مطلق لابد أن نحترم حق الدفاع وهذا واجب أي محامي أن يكون مدافعا عن من وكل إليه هذا الحق حتى آخر مدى. إحنا بقى من حقنا ننتقد ومش من حقه تنتقده كمان لأنه المفروض يا دكتورة هالة بيتكلم علينا بيجيب سيرتنا. شوفي أنا هقول لك حاجة الشعب المصري هقول لك حاجة إحنا الشعب الباغي شوفي إحنا محتاجين ندرب نفسنا على فكرة إيه إنه المحاكمة العادلة دي لها معطيات
هو حضرتك حتى الدفاع يقول زي ما هو عايز واحنا برضو من حقنا نتوجع. لا شوفي ليه بنقول ان بعد الثورات الاخطر من المحاكمات الجنائيه المحاكمه السياسيه. انت عارفه في حاجه اسمها المحاسبه السياسيه. المحاسبه السياسيه قد لا تكون بمحكمه جنائيه على فكره. يعني في الدول اللي بيحصل فيها ثورات او انتقال كبير بعض الاحيان بتتشكل اليات وطنيه للمحاسبه السياسيه. فالمحاسبه السياسيه بتقول ايه اللي حصل، ايه اللي حصل على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي. كل ما حدث من اوضاع قالت للثوره. ما لو كانت الاوضاع كويسه ما كانش ثورة الشعب المصري. يبقى اذا كان في شيء مزعج جدا ومقلق جدا وخاطئ. يعني حضرتك مع المحاكمات الثوريه لابد من الحساب السياسي قيمته في ايه؟ انه بيعلمنا الدرس. بنعرف ايه اللي حصل، ما الذي حدث وكيف حدث ومن المسؤول. لان عشان كده لما بيحصل بعض الثورات محاكم الخاصه الثوريه قد يترتب عليها مجرد العزل السياسي بعض الاحيان، التجريد مثلا من الممتلكات، تجريد من الرتب، في بعض الاحيان النفي. يعني في اوضاع كثيره جدا تتعلق بفكره المحاسبه السياسيه. وفي بعض الاحيان الاعتذار والصفح زي ما حصل في جنوب افريقيا. مش علي صالح اعتذر للشعب اليمني النهارده؟ هو يعني اعتذر للشعب اليمني، قال لهم اعفوا عني وسامحوني. هقول لك حاجه، شعوبنا شعوب شديده الطيبه. والشعب المصري عمره ما حاسب حكامه على مدار التاريخ على اللي عملوا فيه، وهو يبدا على اللي عملوا في مرحلة في الشعب المصري. في يعني معانا مكالمه. يعني احنا لازم نفتكر انه حاله الغضب وحاله السخط وحاله اللا تسامح اللي فيها الشعب المصري معناها انه قد تعرض لمهانه كبيره، وانه هذا العنوان لازم ان يوضع في الاعتبار. انه لاول مره هو غير متسامح مع حدث له، لانه كان في امتهان لكرامته، كان في امتهان وكان في إهانة وكان في نهب يعني ثروات وكان في تجريف. طبيعته بتقول انه لما بيبقى فيه قدره على العفو فهو اخضر شعوب الارض على العفو. بس بشرط ان اللي ارتكب خطا في حقه يعترف بخطأ ويعتذر. كده لا ده بيقول لك الشعب غلطان. من يعني من احنا كبيرش. الوقت بنكبر ونقول الشعب هو اللي غلطان، والشعب غلطان مش كده. معانا على التليفون الاستاذ ناصر امين المحامي. اهلا وسهلا استاذ ناصر. اهلا وسهلا دكتوره هلا، واهلا وسهلا بك. الله يخليك، كنا نتمنى ان انت تكون معانا. وطبعا احنا يعني بنفتقدك بشده وهنشوفك قريب، لكن عايزين منك مداخله فيما سمعت النهارده. اثرنا نقاط كثيره جدا بشان البرلمان وبشان محاكمه مبارك وبشان اللائحه في البرلمان، واحنا داخلين بعد كده على الرئيس، انتخابات الرئيس مع سعاده المستشار. اتفضل. يعني هو انا طبعا يشرفني ان انا اعمل مداخله معاكم النهارده، لكن سريعا كان احاول اعدي على مجموعه الموضوعات اللي تم مناقشتها منها. الاول التعليق على مرافعه الاستاذ فريد دي في انا باكد على كلام معالي المستشار هاني الجبالي بان ده حق دفاع، وانه لا يجب ان يؤخذ المحامي بجريره موكله على الاطلاق، لانه ده احد اهم مبادئ استقلال مهنه المحاماه التي يجب ان نرسي قواعدها من الان بعد الثوره المصريه. وظيفه المحامي انه يدافع عن الموكل. الثوره المصريه يجب ان تعدل وترسي كل القيم النبيله ومنها قيم الحفاظ على استقلال مهنه المحاماه في مصر، فلا يجب ان يؤخذ المحامي على اي على اي من العبارات التي قد يذكرها في مرافعتها حقه، وهذا حق موكله عليه، والكلمه الفصل في النهايه هي للمحكمه. الامر الثاني المتعلق بالثوره المصريه وحاله الارتباك الشديده جدا اللي موجوده في مصر الان، والتي يعني تورطت فيها فكره التخويم بدرجه كبيره جدا. ارجو على الجميع ان يثق تماما اولا فان الثوره المصريه هي التي اوجدت هذا الواقع في مصر وهي القادره على تغييره، وبالتالي لم تعد هناك قوه على الاطلاق، سواء قوه مؤسسه، سواء المجلس الاعلى للقوات المسلحه او او حتى اي قوه، ولا حتى البرلمان المصري قادر على ان يغير واقع الثوره المصريه. الثوره المصريه اصبحت هي الشعب المصري هو اصبح السيد بالدرجه الاولى، وبالتالي انا بتقديري ومتضامن هنا مع كلام معالي المستشاره بانه لا توجد نيه لدى المجلس العسكري، المجلس الاعلى للقوات المسلحه في الاستيلاء على السلطه، لانه لم يعد هناك اي جهه
قادرة على أن تفكر حتى فكرة الاستيلاء على السلطة في مصر، لأن أصبحت السلطة في مصر يعني بعد هذه الثورة العظيمة أمر لا يطمع فيه أحد. أنا في تقدير أنه لم يعد هناك من هو قادر على أن يطمع حتى في الاستيلاء على السلطة في مصر. فيما يتعلق بالموازنة ثم بعد ذلك أريد أن أتحدث على المحكمة الدستورية. يعني ورد في بداية الحوار الحديث عن الموازنة المستقلة لمجلس الشعب، وهي ذات البند الذي كان ورد فيما يتعلق بالموازنة المستقلة للمجلس على القوات المسلحة. وهنا بس أريد أن أذكر أمر هام جدا، مش المستقلة بس يا أستاذ ناصر، أستاذ ناصر أنا عايز أصحح حاجة صغيرة. المستقلة معناها أنها تدار ذاتيا من داخل المؤسسة، لكن اللي وارد في البند أنها تدرج بندا واحدا لا يتم المحاسبة عليه أو بأي شكل من الأشكال. يعني الجزء اللي اختلفنا فيه هو ده بس، يعني أنه المستقلة لها تعبير وأنها تدرج دون محاسبة لها مردود تاني. يعني أنا كلامي رايح في نفس الاتجاه، أنا كلامي رايح في ذات الاتجاه تقريبا. وهو أنه أثناء نظامنا من أجل استقلال السلطة القضائية في مصر على مدار 15 سنة كان أحد أهم مطالب قضاة الاستقلال والمركز العربي لاستقلال القضاء هو أن لكي نجعل السلطة القضائية مستقلة يجب أن تدرج ميزانية السلطة القضائية بندا واحدا في الموازنة العامة للدولة. ليه؟ إحنا بنقول ده ليه دايما؟ لأنه ده أحد أهم ضمانات أي استقلال السلطة، بمعنى أنه الاستقلال يأتي من إدراج ميزانية هذه السلطة أو هذه الهيئة بندا واحدا في ميزانية الدولة. ليه؟ لأنه كان أحد وسائل السيطرة من قبل النظام الاستبدادي إذا أراد أن يسيطر على سلطة ما في مكان ما هو أنه كان يوزع ميزانيتها ولا يدرجها كمان لواحد حتى يستطيع أن يتحكم فيها بالمنع أو المنع. وبالتالي المطلب بإدراج ميزانية كبند واحد في موازنة العامة للدولة ده مطلب طبيعي جدا إذا أردنا أن نحافظ على استقلال أي سلطة أو هيئة من ناحية. الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، وهنا بالفعل أنا يعني أريد أن أن أطمع في وجود معالي المشترك هاني الجبالي حتى نتحدث في الموضوع الأهم والأكثر أهمية في تقديري حتى من كل الحوارات السابقة، وهو مستقبل المحكمة الدستورية في مصر. أنا بتقديري نحن في لحظات خاطرة في البلاد، وهذه المرحلة بتقتضي مننا أن نناقش ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الدستورية في مصر للحفاظ على هوية الدولة المصرية من ناحية وعلى هوية مدنية الدولة المصرية. المحكمة الدستورية في تقديري أنها الآن أصبحت مستهدفة من ناحية، ومن ناحية أخرى هي الحصن الأخير خاصة في حالة وجود برلمان يعني بعد الثورة جاء بهذه الانتخابات جاء بهذه التركيبة، مما قد يمثل بشكل أو بآخر يعني حالة من حالات يعني الأداء التشريعي الذي قد يمس بشكل أو بآخر بعض الحقوق وبعض الحريات من هنا وهناك. وبالتالي فحصانة المحكمة الدستورية أو وجود المحكمة الدستورية في حد ذاته بعتقد أنه تأمين حقيقي للدولة المصرية في هذه المرحلة. كيف يمكن أن تحمل المحكمة الدستورية المصرية؟ كيف يمكن أن تصل من محاولات الاعتداء عليها أو تعطيل دورها؟ أستاذ ناصر، يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنه البعض بين قوسين طالب بحل المحكمة الدستورية العليا واستبدالها بمجلس دستوري، يعني ده شيء خطير جدا، ولا أدري من أين جاءت هذه الاقتراحات الغريبة. يعني كل دول العالم فيها محكمة دستورية عليا وإحنا نلغيها؟ اللي بتتحول فرنسا أم المجالس الدستورية، أيوه، إنها هتحول المجلس الدستوري الفرنسي لمحكمة دستورية، واللي المغرب حولتها فعلا لمحكمة في التعديلات الدستورية الأخيرة، واللي أمريكا المحكمة الدستورية العليا أهم القضاء الدستوري بقاله 40 سنة في مصر. فطبعا يعني أنا بشكر الأستاذ ناصر جدا على إثارته هذه الموضوعات الهامة، لأنه فعلا نحن يجب أن نتنبه إلى أن هناك من يحاول استهداف المحكمة الدستورية العليا كأحد آليات الدولة التي تمارس دورا مهما جدا في حماية الحقوق والحريات العامة وكمرجعية من مراجع الدولة المصرية، لأن قضاءها المفروض أنه قضاء ملزم لسلطات الدولة وللأفراد وللجماعات. ففعلا يا أستاذ ناصر معك كل الحق، هناك من يحاول أن يعني لماذا؟ لماذا الآن؟ حاول لحضرتك ليه؟ وكيف نتصدى لذلك وكيفية حماية المحكمة الدستورية؟ لأنه هناك من يريد أن يبدأ الدولة المصرية حسب ما يرى، وهو أمر في غاية الخطورة.
لأن الدولة المصرية يجب أن نستكمل فيها مسار بناء الدولة الحديثة الخاضعة للدستور والقانون بآلياتها. فلما يكون عندنا إحنا قضاء دستوري راسخ بقاله 40 سنة ومصنفة المحكمة الدستورية في مصر الثالث على العالم في حماية الحريات والحقوق بعد المحكمة الألمانية والإيطالية في الأمم المتحدة. أستاذ ناصر طبعا هو عضو مراقب في اللجنة الدولية لاستقلال القضاء والمحاماة ويمكنه أن يراجع هذه التقارير. المحكمة الدستورية في مصر بتاريخها حلت البرلمان مرتين بأحكام منها في ظل العهود الاستبداد، حمت حق المساواة وحق المواطنة وحق حرية العقيدة حرية إقامة الشعائر وحقوق الإنسان بتجاه كامل تفاصيلها، حمت حقوق المرأة، حمت حقوق الطفل، حمت حقوق العدالة الضريبية. القضاء المصري قضاء راسخ على مستوى حماية الحقوق، القضاء الدستوري. هنا الفعل اللي يجب أن نفكر فيه كيف يمكن في إطار بناء دولة ديمقراطية وفعلا قادرة على إقامة مجتمع خاضع للدستور والقانون أنه نعزز من دور المحكمة الدستورية العليا. أنا أعتقد أن احنا يجب أن نطرح في إطار الحوار الوطني قضيتين في هذا المجال، وربما الأستاذ ناصر يكون سمعني، أنه مراقبة الوحدة العضوية للدستور كمشروع قبل طرحه للاستفتاء يجب أن يوكل للمحكمة الدستورية العليا. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا دستور هيتحط مشروعه من خلال لجنة هتشكل من خلال انتخاب البرلمان له، عشان نقول إن الدولة آلياتها كلها بتعمل مع بعضها البعض في إطار الوصول للحد الأقصى من الكمال في إطار مشروع الدستور القادم. يمكن أن يكون هناك نص في الدستور متعارض مع نص تاني. من خلال سوابق المحكمة الدستورية العليا يمكن للمحكمة أن تراقب هذا في إطار إنها هي الأقدر على ده، لأنه قد يكون أعضاء اللجنة التي ستنتخب ليسوا جميعا مطلعين على السوابق القضائية الدستورية اللي هي ممكن إنها تعيد رد الاعتبار فكرة الوحدة العضوية، إن ما فيش نص يتعارض مع نص تاني. لأنه لما حصل في أو على الأقل لو كانش ده هيتم بالنسبة للدستور يتم بالنسبة للتعديلات إذا حدثت فيما بعد، لأنه اللي حصل في دستور 71 في تجربتنا احنا هو الذاتية إنه دستور 71 تم تغيير نظام مصر الاقتصادي والاجتماعي من داخله بالتعديلات بما يخل بفلسفة الدستور نفسه. وكان دستور الاشتراكي بقى دستور رأس المال. بالمناسبة احنا غيرناه من نظام الحزب الواحد للأحزاب المتعددة، غير كان في فلسفة في التاني معاها ولا ضدها مش دي الموضوع، لكن عشان نقدر نقول ان في القطاع العام اما دخلنا في الخصخصة دخلنا فيه من اطار غير الوحدة العضوية للدستور. كان في التعديلات الدستورية المتكررة حاجات مست الوحدة العضوية للدستور. المحكمة الدستورية أخضر مؤسسات الدولة على مراقبة هذا. كمان في اختصاص ممنوح للمحاكم في الدول اللي عانت من الأنظمة العنصرية بالذات ألمانيا وجنوب أفريقيا. حطوا إيه؟ نص بيخلي المحكمة الدستورية تراقب يمكن الطعن أمامها من الأحزاب، من منظمات المجتمع المدني، من النقابات، على برامج الأحزاب ومسلكها إذا حازت الأغلبية في البرلمان. الله. إذا خالفت الدستور، إذا الحزب خالف الدستور يمكن أن يطعن على هذا أمام المحكمة الدستورية عشان تراقب برامج الأحزاب. لأن برنامج الحزب ممكن يقول كلام وبعدين يضيف لي عوامل عنصرية مخالف للدستور. وممكن يؤجج العنصرية والطائفية. أحد الاختصاصات الضرورية في المجتمع المصري الآن أن يبقى فيه الرقابة الدستورية تتسع لهذا. أستاذ ناصر. أيوة فندم. اتفضل. أنا بس عايز أأكد هنا على أمرين أساسيين. أولا يعني فيما يتعلق بآليات حماية المحكمة الدستورية، وهذا الأمر كان وهذا التهديد الذي تتعرض له المحكمة الدستورية بالمناسبة حدث سابقا عام 1998 في آخر فترة لرئاسة المستشار المرحوم عوض المر، عندما حاول بعض رموز النظام السابق أن يطعنوا في المحكمة الدستورية ويحولوها من رقابة لاحقة للقوانين الرقابة السابقة عليه، بمعنى أنه يقولوا أنه عشان بس المشاهدين يعني يبقوا معانا، أنه يخلوا المحكمة الدستورية رقابتها سابقة على صدور التشريع، يعني قبل ما التشريع يحصل يتعرض على المحكمة الدستورية تقول رأيها وبعد كده يتعرض على البرلمان. لكن احنا كنا متمسكين جدا بضرورة أن
تكون المحكمة المصرية رقابتها لاحقة على التشريع وأن تكون مستقلة، وهذه المحاولة باءت بالفشل عن 98. ده صحيح. نحن نشعر الآن بأنها تتكرر هذه المحاولة ضد المحكمة الدستورية، وعلينا أن نكون منتبهين للأصوات التي سوف تعلو في المرحلة القادمة للحديث عن أن تكون المحكمة الدستورية دورها صادق على التشريع وليس لاحقا عليه. الأمر الثاني، وهذا هو يعني المهم في تقديري أيضا، أن ضرورة أن عندنا مناقشات الدستور في لجنة المئة وجود قانون، طبعا قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو قانون من القوانين المكملة للدستور، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن لا يتم المساس بقانون إنشاء المحكمة الدستورية، بل على العكس يجب أن يتم تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يوسع نطاق مساحة الجهات التي يمكن لها أن تلجأ إلى المحكمة الدستورية، ومنها كما قالت معالي المستشار تهاني الجبالي ضرورة أن يوكل هذا الأمر إلى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وأيضا الأحزاب والنقابات أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية للتفسير في بعض الأحيان أو للطعن على بعض القوانين إذا ما كانت مخالفة للدستور أو مخالفة لفكرة الروح العامة المصري كما ذكرت معنا المستشار. شكرا أستاذ ناصر أمين، ونحن على موعد قريبا إن شاء الله. وساعات المستشارة هنا بقى فجرنا قضية مهمة جدا، لأن المحكمة الدستورية العليا بتواجه الآن يعني فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة وصلاحيات الممنوحة للرئيس القادم، بتواجه موقف يتعلق بتعديل 4 شروط ونقاط مهم جدا. هنرجع لكم بعد شوية، وأنا معايا أسئلة لساعات المستشارة وهشام وأدهم جاهزين برضو أسئلة كثيرة جاءت للحقيقة، مشاركة منكم رائعة النهاردة، فحنرجع لكم بمشاركتكم. أذكركم أن الإمام الأكبر في منشط أخبار الأخبار غدا فضيلة الدكتور أحمد طيب، الإمام الأكبر بيقول لأعضاء مجلس الشعب الجدد: تذكروا المهمشين والمحرومين وحاربوا الفساد والمحسوبية. لازم نحيي الإمام الأكبر على هذا الدور العظيم الذي يسترد فيه الأزهر دوره ومكانته وقدرته على أنه يبقى هو المظلة اللي بيستظل بها الشعب المصري الحقيقة يعني. وأملنا كبير طبعًا أن الأزهر طبعًا يستعيد طبعًا قوته ومعنا الإمام الأكبر طبعًا على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأهنئكم بثقة شعب مصر الأبي الذي اختاركم بحريته أعضاء ممثلين له في أول مجلس نيابي بعد ثورته المباركة، بل أعضاء لأول مجلس نيابي نابع من إرادته الشعبية منذ نصف قرن أو يزيد من تاريخنا المعاصر. أوصيكم أيها النواب المحترمون أن تذكروا أمورا وأن تنسوا أمورا أخرى، أن تذكروا أن كل منكم يمثل الآن شعب مصر كله، بل مصر بأسرها وليس الدائرة التي جاء منها فحسب، وأن تذكروا الشهداء من شبابنا الذين ضحوا بحياتهم، فكنتم أنتم في هذا المكان لتحملوا عنهم أمانات الثورة وتحققوا أهدافها التي لا بد أن تستكمل وتضيء شعلتها التي لا تنطفئ بعد اليوم بإذن الله، وأن تذكروا مواطنيكم من الفقراء والمهمشين والمحرومين والمظلومين وسكان المقابر والعشوائيات من رجال مصر ونسائها وأطفالها الذين يتطلعون للعدل والإنصاف والكرامة الإنسانية، وأن تذكروا سماحة المصريين المعتدلين بفطرتهم وتتمسكوا بالإخاء الوطني وطهارة الذمة وعلو الهمة وتجرد المجاهدين واستقامة الصادقين. وأقول لكم في الختام: إذا ذكرتم أو نسيتم فاذكروا ولا تنسوا أن الفقر أخطر الآفات التي تصيب المجتمعات،
ومبعث الرذائل والأمراض، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، ورحم الله أبا الحسن الذي قال: لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته. فطاردوه بموارد مصر الغنية وتنميتها الذاتية، وبمحاربة الفساد والمحسوبية، وبتحقيق العدالة الاجتماعية، وكلكم بفضل الله متدينون مسلمين كنتم أو مسيحيين، وفضائل الدين وشرائعه لا تزدهر ولا تنمو إلا في وسط من الكفاية والحرية والكرامة. هذه مصر وهذا تاريخها. قلت لكم من شوية أن عبد الله صالح يتنحى عن الرئاسة ويطالب الشعب اليمني بالعفو. أخيرا ده ولعوا فيه وفرد برضو، بس هنا المهم جدا أنه أهو سمعنا أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أنه سيغادر الولايات المتحدة لتلقي العلاج، وطلب من مواطنيه اليمنيين العفو والسماح، وذلك في كلمة وداع نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وقال صالح: سأذهب للعلاج وأعود إلى صنعاء رئيسا للمؤتمر الشعبي العام، عايز برضو يشتغل في السياسة، مضيفا: أطلب العفو من كل أبناء وطني رجالا ونساء عن أي تقصير حدث أثناء فترة ولايتي، وأطالب المسامحة وأقدم الاعتذار لكل المواطنين. يعني وقع الحقيقة التشبث بالسلطة يا دكتورة هالة شيء خطير جدا. لابد يعني الحكام اللي بينهكوا شعوبهم وبيراق الدماء أنهار من أجل مقعد السلطة، يعني شيء فعلا بيقول ربنا يكفينا شر السلطة. صحيح. هشام وأدهم يلا مشاهدينا بعتن لنا مشاركات كتيرة جدا. اتفضل. في نونس بتقول: قيل مبارك لم يتنحى، هذا صحيح، ولكنه تم خلعه من الشعب الذي عينه، فهو أصبح مخلوع وليس متنحي، وبذلك فهو ليس رئيس لشعب رفضه من منصبه. هلا ربيع، شرعية ثورية. أيوة. هلا ربيع سعادة المستشارة، أولا أنا بحب حضرتك جدا، ودكتورة هالة كمان بموت فيها، ومش بحب يوم الخميس والجمعة عشان ما بشوفهاش. أنا نفسي حضرتك والشرفاء أمثالك يفتشوا عن كل التجاوزات اللي الناس البسطاء أمثالي لا يعرفوا عنها شيء، مثل ميزانية مجلس الشعب، ويظهروها على الشعب ويحاولوا يغيروها علشان نبدأ على نظافة. والناس دايما لازم تشوف جلسات مجلس الشعب على الهواء مباشرة، عشان بجد عايزين نعرف مين اللي بينام ومين اللي بيخدمنا. محمد عبده بيقول: يا دكتور هالة، طالما الثورة نجحت يبقى حسني مبارك سقط، حتى لو لم يتنحى، يعني مرافعة الديب خيالية. حمار وعايز افهم بيقول: اهم شيء في الدستور الجديد. الله، ظهر تاني حمار وعايز افهم. انت كنت فين من زمان؟ هل يمكن الغاء الحصانه عن اعضاء مجلس الشعب؟ هل يمكن الغاء الحراسات الخاصه على الوزراء؟ سؤال اتمنى من المستشاره الاجابه عليه. دودي سمير بتقول: مش معنى اننا ان احنا قلنا هنعيد الثوره يبقى مبارك يعيدها معانا. سؤال لسيادتك. الشعب المصري ده مش حل، ملوش حل فعلا. ايوه. محمد صديق: لو سمحت يا دكتور، سؤال المستشاره العزيزه عن رايها في ما قاله فريد الديب اليوم في ختام المرافعه. خلاص احنا خلصنا من الكلام ده ولساعات المستشاره، عشان هو بيقول ارجوك قول، فانا عشان كده قلت الكومنت بس. أيوه. انطون انور: سؤال لسياده المستشاره بسيط، هل يوجد ضامن قانوني بمنع انفراد التيار الاسلامي بما يحمل من اغلبيه برلمانيه في صياغه الدستور يمثلهم فقط دون اعتبار لباقي الشعب بما فيهم من اقباط او اهل النوبه او اهل سيناء وكل طبقات الشعب؟ وانا اسف اذا قلت الشعب لا يفهم صياغه الدستور فيما قيمته عرضه على الشعب، والدليل الاستفتاء. يا ريت يا فندم التعامل بشكل من الجديه مع الوضع، لان البلد لا تهدي الى اي تيار. شكرا. وفي اشرف يوسف بيقول لحضرتك على الحلقه بتاعت الاستاذ منصور حسن: قبل استضافه حضرتك الاستاذ منصور حسن ما كنت شايف رئيس لمصر، يا رب وفقه ويرجع واجعله سبب في اصلاح حال مصر وحال بلدنا جميعا يا رب. على فكره في تعليق هنا برضو، محمد خيري بيقول لك: والله مبارك ده راجل يعني بيقول لئيم، لو المحكمه قالت له روح ارجع الحكم تاني هيقوم يطير من على السرير. صح، هيبقى لانه لغايه اخر يوم كان واقف وصحته كويسه قوي. يا جماعه
في طبعا برضو في حد بيقول بالنسبة لمرافعة الأستاذ فريد الديب، يعني هل يمكن الاستدلال على يعني التناقض بمرافعة الأستاذ فريد الديب للدكتور أيمن نور وهجومه على مبارك وقتها؟ يعني هنا دي طبعا لفتة ذكية من المشاهدين، لكن هو في كل الأحوال بيدافع عن الموكل بتاعه، فممكن يعني الموكل هنا أصبح هو الخصم. فالنهاردة هو قال لما كان بيدافع على أيمن نور قال إن مبارك فرعون، فالنهاردة بيقولوا طب إزاي أنت بتقول عليه فرعون في المحاكمة دي وجاي تقول كده؟ هي مش مسألة رأي، هي مسألة محاكمة مش كده؟ حق الدفاع سعادة المستشارين، حق الدفاع مش هنتناقش في الموضوع ده يا جماعة. المحامي لديه مسؤولية وأمانة في الدفاع عن موكله، وإحنا معاه، إحنا مع حق الدفاع. إن حق الدفاع لا يجوز لأحد أن يفرض فيه، هو طبعا حق الدفاع يقول زي ما هو عايز، واحنا برضو نستنى والحكم عنوان الحقيقة. استاذة تهاني اتفضل يا ادهم. يا اتفضل هانيا عبودي بتقول سيادة المستشارة، في حالة حكم قاضي خطأ هل يوجد حكم على القاضي ومن يحكم عليه؟ ارجو الرد على هذا السؤال. مجدي نبوي بيقول هل يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب من غير ما يعمل استفتاء شعبي؟ ماذا يقول الدستور عن ذلك؟ وهل يحق للبرلمان في مصر إقالة رئيس الجمهورية من منصبه؟ وكذلك هل يحق له إقالة رئيس الوزراء من منصبه؟ أحمد بحيس بيقول دكتورة هل سيلغى قانون الطوارئ عند انعقاد مجلس الشعب أم لا؟ في أم عمرو سعد بيقول لو بشويش يا حبيبي هل يجوز رئيس هل يجوز إيه؟ اسأل تاني بعديها. هل يجوز هل يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب من غير ما يعمل استفتاء؟ وهل يحق للبرلمان في مصر إقالة رئيس الجمهورية؟ وهل يحق له برضو إقالة رئيس الوزراء؟ وهل سيلغى قانون الطوارئ عند انعقاد مجلس الشعب أم لا؟ طيب نجاوب على الأسئلة دي. تفضلي سعادة المستشارة. يعني طبعا إلغاء الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب لا، لكن مطلوب تقنين الحصانة، لأنه الحصانة استخدمت في بعض الأحيان بتوسع غير مقبول. الحصانة الممنوحة لعضو مجلس الشعب هي حصانة في إطار أن يؤدي دوره كنائب عن الشعب دون إكراه ودون ابتزاز ودون ضغط ودون أي شيء، وأن يكون محصنا ضد أي انتهاك لهذا الحق. لكن هذا ليس معناه أنه المواطن فوق القانون. لا، الدكتور يعني مأمون فندي طالب أن الحصانة تكون موجودة للنواب الشعب داخل مجلس الشعب، هو مرتبط لكن ما ينفعش لما يخرج برا بالعمل البرلماني. يعني هي الحصانة في طبيعتها ترتبط بأدائه لعمل البرلمان، يتاجر ويعمل فلوس لكن طبعا احنا الحصانة تحولت بالنسبة لنا لوسيلة للفساد. أيوه. فمطلوب مننا اننا نعيد تقنينها وتعريفها وتوصيفها بشكل دقيق جدا عشان ما تستخدمش بنفس الاسلوب السابق. هل يمكن وجود ضمان لعدم انفراد التيار الديني بهذه الكثافة التي دخل بها البرلمان بوضع الدستور؟ اساس وضع الدساتير انها لا تعرف الاغلبيات والاقليات للمرة الالف. الدستور ملك لشعب باكمله، ويجب ان نراقب جيدا اللجنة التي ستشكل كيف سيتم عملها، ولا بد ان يتم هذا في علنيه وفي شفافيه ومن خلال التعامل مع الشعب المصري بكل اطياف، وان يكون المشروع الدستور ايضا محل حوار في كل سطر وفي كل كلمه بتتقال فيه. وقبل وعشان كده بقول انه ربما تصبح ضمانه من الضمانات ان نطالب بانه يكون جزء من الضمانات هو مراقبة المحكمة الدستورية للوحدة العضوية للدستور، لأنها هتراقب في إيه دكتورة هالة هنا؟ هتراقب ما استقر في ضمير الأمة من خلال الدساتير السابقة كمان، لأنه في جزء مفروض أن احنا ما بنعبث فيه هو إيه؟ مقاومات الدولة المصرية، الحقوق والحريات العامة، ما يجيش حد يروح ناسف حق من الحقوق ولأنه عنده أغلبية، هذا مسلك معيب ولا يجوز أن نقبله ونصور ضده كمان، لأنه هذا انتهاك لحرمة الدستور. لازم يبقى عارف الجميع أن الدستور سيضعه الشعب المصري، لأنه إحنا شركاء فيه، لأنه ده وثيقة توافقية. السؤال المرتبط بأنه هل يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان؟ طبعا في توازن سلطات. المجتمع الديمقراطي بيبقى فيه توازن، فيه فصل بين السلطات ثم توازن في الصلاحيات، كل منهم يراقب الآخر.
فبيبقى في مثلا دول رئيس الجمهورية بيحل البرلمان بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، وفي بعض الأحيان بعرضها للاستفتاء العام، وفي بعض الأحيان بيبقى عنده هذا الحق مقرر بضوابط. يعني إذا ده في ظل توازن السلطات. دي المشكلة اللي احنا داخلين عليها بقى، لأنه كمان البرلمان عنده صلاحيات في يعني زي ما كان عندنا في دستور 71 اللي ما تطبقش، أنه يحيل رئيس الجمهورية للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى بأغلبية ثلثين الأعضاء. يعني إذا عنده صلاحيات أهو هو كمان. فبيبقى التوازن بين السلطتين قائم. لما بيبقى حق البرلمان الأصيل في مراقبة الحكومة ومن خلال الاستجوابات يمكن أن يسقطوا حكومة بتلتين مثلا الأعضاء زي ما بيحصل في برلمانات الديمقراطية بأغلبية خاصة أو بالأغلبية البرلمانية. إذا هناك علاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيها توازن، وأيضا بيراقبها جزء من السلطة القضائية اللي هو القضاء الدستوري، فبيبقى في توازن بين الثلاث سلطات. ده لازم يتنظم في الدستور بشكل دقيق جدا. طب ده احنا بنواجه المشكلة دي يعني حضرتك هانيا عبودي بتسأل حضرتك ما هو رأيك في الرئيس المنتظر، وهل سيتم تعيين نائب للرئيس المنتخب، وسيتم تكليف النائب مع الرئيس في آن واحد؟ كارم عماد، سمير حسن الهواري. سمير انت بتكتب يعني طويل شوية فأنا هحاول أختصر كلامك. شوشو جابر، أماني السعيد، إبراهيم ورضا، يعني كلهم بيرسلوا لك التحية وموجهين أسئلة كتيرة قوي. هانيا عبودي ذكرت الرئيس القادم، وطبعا أنا مش متصورة أن حضرتك هتقولي هتنتخبي مين، لأنه بموقعك في المحكمة الدستورية هقول مواصفات الرئيس اللي هنتخبه. هتقولي المواصفات، هتقولي لنا المواصفات وبعدين تقولي لنا المعضلة اللي احنا بنواجهها دلوقتي، المحكمة الدستورية بتواجهها بشأن مشروع تعديل قانون انتخابات الرئاسة. اتفضل. طبعا ما فيش مشكلة الرئيس المنتظر في قانون الرئاسة، عايزين نخلصها بسرعة. احنا المحكمة الدستورية عندها اختصاص رقابة سابقة ورقابة لاحقة على قانون الرئاسة. وبالتالي فاحنا جانا مشروع القانون وطلعنا قرارنا، كان فيه 4 مواد المحكمة قالت ملاحظاتها عليها في إطار إنها يعني عدم دستورية في إيه بالظبط، ورجع القانون لسلطة التشريع القائمة اللي هي المفروض هتصدره، بتعدل ال4 مواد بما يتفق مع أبداته المحكمة الدستورية وبتصدر القانون. فما عندناش أي مشكلة، ده اختصاص أصيل للمحكمة مارسته، قالت رأيها ورأيها ملزم لكل سلطات الدولة، فمحدش هيلتزم بقى لو هيجي لنا في طعن بعد كده. المحكمة الدستورية لما أقر ليها الاختصاص من المرة اللي فاتت إنها تراقب قانون الرئاسة، قانون انتخاب رئيس الجمهورية، المحكمة الحقيقة عملت شيء رائع جدا ضمنها للشعب المصري. قالت إن رقابتها السابقة بتبقى على مشروع القانون، بيبقى لسه مشروع، لكن بعد ما يصدر كقانون أصبح قانون يخضع للرقابة اللاحقة. فإحنا مارسنا الاثنين. عشان إيه؟ عشان اللي ما يسمعش اللي قالته المحكمة الدستورية هيجي لها في طعن. ما هو المواطنين المصريين مصحصحين على فكرة، كل سنة بيزيد عندنا الطعون الدستورية، معناها أن الشعب المصري مصر على حقوقه الدستورية. فأعتقد أن دي ضمانة من الضمانات أنه حتى الرقابة السابقة لا تغني عن أن المحكمة بتراقب الرقابة اللاحقة. مين الرئيس القادم ولا ما هو الرئيس القادم وكل الأسئلة؟ شو أنا يا دكتورة هلا نفسي نقول لنفسنا معايير انتخاب رئيس قادم عبارة عن إيه؟ الأول عشان نعرف ننتخب الأفضل. احنا محتاجين رئيس لا يشوب مسلكه الوطني السابق ولا اللاحق، يعني بحكم ان السابق ده بيبقى مقدمة للاحق، اي شائبة على مستوى وطنيته. دي نمرة واحد، وطنيته. اللي ممكن يبقى فيه شبهة على وطنيته ما يصلحش رئيس لمصر. ان يكون هذا الرئيس قارئ جيد لتاريخ الشعب المصري وتاريخ مصر الدولة، وعارف يعني ايه مصر جغرافيا وتاريخ مصر دولة دور. انه يكون بيحترم الشعب المصري، بيحترم بسطاء الشعب المصري، ما هوش مستعلي عليهم ولا عايزهم هما اللي يطلعوا له،
لازم هو اللي ينزل عشان يقول لهم ان انا رئيس من اجل مزيد من الرفاهية لكم، مزيد للحقوق، مزيد من احترامكم. لازم يحترم هذا الشعب العظيم. الشعب المصري شعب حضاري من جواه، جواه رصيد حضاري بيطلع بيتجلى في الميادين. بصي فاكره لما كنا في الميدان العالم كله واقف بذهول يقول كل التجريف ده على الشعب ده، ويطلع بهذا التحضر بهذا الرقي ويخلص الثوره ينظف الميدان ويقف بكل اطياف ومحدش مختلف عن الاخر. لحظات التجلي دي بتعكس حضاره الشعب المصري. فلازم كل رئيس يجي يبقى محترم هذا الشعب، محترم حقوقه في العدل، في الكرامه، في 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 ثروه بلده، في العداله بكل صورها. الرئيس القادم لازم يبقى عنده رؤيه، يقول لنا رؤيته لمصر شكلها ايه، اللي هو هيجي عشان يحققها، ونسمع منه برنامج حقيقي فيه افكار واشياء نحاسبه عليها، نبقى قادرين نقول له عملت ده وما عملتش ده وانت التزمت بيه قدامنا. راي حضرتك ايه في انسحاب الدكتور برادعي؟ هذا قراره الشخصي طبعا، يعني كل واحد صاحب حق في حساباته. أنا يعني أتمنى أنه كل صاحب كفاءة يتقدم، وصندوق الانتخاب هو الحاسم. يعني ربما ما أرفضه أن يتصور أحد أن هناك صفقات يمكن أن تعقد على حساب إرادة الشعب المصري. الشعب المصري خرج من أسر السلطة الأبوية للأبد، وهو سيختار من يختار. وهنحترم اختياره سواء رضينا به ولا مرضيناش. فعلينا أن نتحمل أعباء مرحلة اسمها ان الديمقراطيه بتبنى بتقاليد الديمقراطيه. فيعني طبعا الدكتور بلدي له حريه اتخاذ القرار الشخصي، لكن اي من كان يرى في نفسه يعني كفاءه لتحمل هذه المسؤوليه يجب ان يتقدم للشعب المصري، وهو الذي يحسب يعني ويحكم ويختار. الجزء الجانب المهم في الصوره كمان انه الرئيس القادم لن يكون زعيم ملهم، ولن يكون فكرة أنه القيادة الفرد. القيادة في المرحلة القادمة في مصر هي لمشروع مصر النهضوي، للي بيدوروا على قيادة فردية واللي بيدوروا على قيادات مشخصنة. كلنا هنبقى جنود كل في موقعه، سواء كان رئيس جمهورية ولا غفير، في إطار أن في مشروع للنهضة بمصر. النهضة بمصر، لأن مصر لا يليق بمقامها أن تكون في هذا المستوى وهذه الأوضاع. وأنه إحنا مطالبين جميعا بأن ننتظم في صفوف كلنا قائد في موقعه، وأنه رئيس الجمهورية القادم هيكون من يستطيع أن يدير عملية كبرى من أجل إعادة بناء مصر في إطار مشروع نهضوي شامل. هي دي المواصفات اللي أنا هقعد أدور وألعبس بقى في كل المطروحين، وأشوف اللي هيقدم برنامج وعنده رؤية وعنده فكر وعنده تاريخ وطني ما فيهوش شائبه تشوبه، واللي يقدر يؤدي هذا الدور هيبقى صوتي معاه. حضرتك وصفتي حد من الموجودين؟ يعني انا اعتقد ان مصر مليئه من المرشحين اللي لهم هامات رائعه، والمرشحين جميعهم لديهم ما يقدموه للشعب المصري من عناصر ايجابيه. ربما هيبقى التفاوت محدود يا دكتوره هاله كمان في اللي جاي، لانه انا اعتقد انه اي رئيس مش هيجيب اغلبيات كبيره، بقدر ما هتبقى الاغلبيات حدودها يعني متوسطه. فهذا لا يقلل من شأن أي رئيس يأتي، لكنه سيمنحه الحق في أن يكون رئيس مسؤول ويمكننا محاسبته. عشان كده أنا مش مشغولة بمين اللي هيحكمني، بقولها للمرة الألف، أنا مشغولة هيحكمني إزاي وأنا هقدر لازم الدستور يحدد لي مسارات أعرف فيها أن أنا قادرة على محاسبة من يحكمني. الحقيقة أنا عايزة أقول لحضرتك بالنسبة للتويتر في يعني تويتات كتيرة، بس أهمها بشكرك يا أستاذ دودي جورج، أنا ما بخافش من التهديد. يعني بيقول أنه عنده مصادر أنه هم يعني هتهاجم والعربية هتكسر فوق راسي، وهو بيقولها يعني بينبهني مش بيخوفني. فما تقلقش، العمر واحد والرب والواحد، وطول ما عمر الواحد متوكل على الله ما يقلقش أبدا ويبقى مطمئن. لازم يكون هناك رضا وثقة وإيمان. الحقيقة
محمد فرماوي بعت لي بيقول لي انه بعت لنا مشاهد جديده تدين قتلت الثوار في محمد محمود، هنستعملها ان شاء الله ونشوفها. وبيطلب التصدي للتحقيق في معلومه خروج 10 مليار دولار في فبراير الماضي، وبعت لنا منين والمصدر. احنا بنتصدى دايما وحنحطها امام الجهات الرسميه وحنستقصي فيها، لانك انت عارف يا فرماوي ان احنا الحقيقه دايما بنحاول اننا يعني نكشف الفساد في كل مكان، واننا نعبر عن الام وامال هذا الشعب العظيم. كنا مع سعاده المستشار، بمناسبه بقى فرماوي وانه جايب لي قضيه جديده، واحنا كل يوم بنفتح قصه. احنا كشفنا مع حضرتك يعني منذ شهور اموال مصر المنهوبه في الداخل، وفتحنا ملفات كثيره، وكان منها الصفقه التي شابت عمليه تخصيص ميناء العين السخنه بنظام البي او تي، اللي هو الاداره ان تيجي شركه تدير وتعمل اوبريشن واداره للميناء. وسبق ان هددوا باغلاق الميناء اعتراضا على مطالب العمال، وكانت الازمه في طريقها للحل. فاكره احنا كنا في الموقف ده؟ لو حضرتك بسرعه شديده في كلمتين حراجع معاكم اللي حصل في قضيه العين السخنه. ونتذكر ذلك يا سياده المستشاره ان صديق لجمال مبارك اسمه شريف طنطاوي، مش كده؟ عمرو طنطاوي. عمرو طنطاوي، لا شريف طنطاوي في سويسرا، ده بتاع جمعيه في واحد تاني شريف. عمرو طنطاوي اللي هو استطاع انه يحصل من خلال وجوده في السخنه كعضو مجلس السياسات او في الحزب، انه كان امين الحزب في السخنه، استطاع انه يحصل على حق إدارة عين السخنة، وباع هذا الحق بعد ما الدولة كلفته حوالي مليار 2 مليار. أنا عايزة أتذكر الرقم. الدولة كلفت بناء هذا الحوض في ميناء العين السخنة حوالي 2 مليار بنية تحتية. كان له الحق في أنه يدير الحاويات ويدير الميناء لحسابه، باع هذا الحق لصديق له اسمه أسامة الشريف ب 675 مليون دولار، لم تحصل منها الدولة على أي شيء. وبعد ذلك باع الأستاذ أسامة الشريف حق هذا الحق لشركة مواني دبي ب 675 مليون. يعني هو وعمرو طنطاوي كانوا شركاء وباعوا هذا الحق ب 675 مليون دولار لشركة مواني دبي، التي تدير عدة مواني في أنحاء العالم إلى جانب ميناء دبي نفسه. وكان العمال قد تقدموا بشكوى لأنه كان هناك تهديد لإغلاق هذا الميناء. تصدى العمال، ومعي على الهاتف الأستاذ أشرف عيسى أمين عام اللجنة النقابية في السخنة. عايزين نتابع معك. أهلا وسهلا أستاذ أشرف. أهلا بك يا دكتورة هالة، وبنشكر طبعا سيادة المستشارة دهاني الجبالي يعني على موقفها بصراحة المشرف يعني تجاه العمال عموما يعني وتجاه عمال ميناء السخنة بصفة خاصة، لأن فعلا هي مهتمة جدا بموضوعنا وموضوع العمال يعني. أنا فاكرة أن احنا فتحنا الموضوع ده مع سعادة المستشارة منذ شهور، وكان في الأسبوع التالي حققنا انتصارا كبيرا، وكنا في منتهى السعادة أن العمال حصلوا على حقوقهم. خدتوا بقى حقوقكم ولا ما خدتوهاش؟ لأن انتوا بعتوا لي ورق أنا أصابني بالقلق الشديد. اتفضل يا أستاذ أشرف. والله يا فندم حضرتك احنا طبعا الكلام ده كان في شهر 9 اللي فات دون. وسياده المحافظ محمد عبد المنعم هاشم كان اتدخل في الموضوع، وهو ما كانش اضراب مننا، هو احنا كنا بنطالب بحقوقنا بصفه برضو او بشكل ودي او بشكل سلمي وقانوني، وكنا بنقعد على ترابيزه المفاوضات مع الاداره اللي بتمثل دبي في ميناء العين السخنه على اساس ينفذوا لنا مطالبنا، وكان الجيش شاهد على الكلام ده برضو. وكان المدير التنفيذي لمواني دبي الاقليمي مقيم في الرياض نزل ومضى على الورق دون بالموافقه. وكانت المطالب تتلخص في حصولنا على الارباح بتاعه سنه 2008 و2009، ده الكلام ده بدايه مواني دبي جوه ميناء السخنه. وانتوا ما حصلتوش على حقوقكم من سنه 2008 و9؟ يا فندم ده احنا بس اللي طالبينه من دبي، لكن احنا اساسا من سنه 98 من ساعه اسامه الشريف ما كان ماسك ميناء السخنه، وسنه 2002 حتى 2007 احنا ما حصلناش على ارباح السنين دي كلها، ولينا حقوق كتير عند اسامه الشريف. اسامه الشريف اللي باع الحق ب 675 مليون دولار، ما افتكرش يدي للعمال حقهم.
تمام يا فندم. أيوة. تمام بقى وهو خدها على الجاهز يعني ما كلفتوش حاجه غير الارباح اللي حصل عليها. أيوة. طبعا احنا طالبنا مواني دبي على اساس هي بدات في الميلا من سنه 2008 طالبنا منها ارباح 8 او 9 هم جم في 2010 وادونا ارباح 3 شهور في 2010 فطبعا وطالبين حاجه ثانيه اسمها بدل مخاطر دي موجوده في جميع المواني اللي في العالم ومواني دبي بالاخص موجوده فيها حاجه اسمها بدل مخاطر لما نتعرض له من مخاطر مخاطر معدات ومخاطر ارتفاعات وحاويات وفيها حوالينا طبعا في غازات زي غاز الامونيا في مصنع امونيا في رصيف من ضمن ارصفه المينا وهم كانوا اقروا بالكلام ده والقوى العامله كانت اتدخلت في الموضوع دون وبدانا نوصل للقوى العامله ورحنا قعدنا مع القوى العامله مره واثنين وثلاثه واربعه وكل اللي صابنا في الموضوع ده ان احنا كان في مماطله جامده جدا ما بين الاداره وما بيننا كان قابط العمال وما بين القوى العامله احنا مش عارفين ايه السبب ايه اللي اخر الموضوع لغايه دلوقتي وما حصلتوش على اي حقوق ليكوا ولا اي حاجه يا فندم والله لحد وقتنا هذا واحنا بنتكلم على الملأ احنا ما خدناش اي حاجه من حاجاتنا حتى وقتنا هذا واخر حاجه وصلنا لها ان احنا كنا من حوالي اسبوع او 10 ايام في القوى العامله وكان المفروض ده الاجتماع دون هنخلص فيه مطالبنا وهنرجع حصلت مماطله جديده من الرئيس التنفيذي للمينا قال ادوني مهله شهر تاني عشان ارجع للاداره في دبي طبعا احنا من شهر 5 الموضوع ده فائت النهارده لينا 9 شهور او 8 شهور يعني هل دبي هل مواني دبي ما تعرفش ان احنا لينا مطالب ولا ايه الموضوع بالظبط احنا عايزين نعرف وعايزين يعني ندخل المسؤولين معانا في الموضوع دون لان بعد ما رجعنا من الوزاره يوم 10/1 عملنا اجتماع جمعيه عموميه للعاملين بالمينا يوم 11/1 وبناء عليه على الاجتماع دون صدر قرار من الجمعيه العموميه ان بعد الشهر ما يخلص المهله الاخيره دي يعني يوم 9/2 العمال هتعمل اضراب عن العمل واحنا طبعا كمصريين احنا شفنا الاضراب اللي فات او شفنا لما قفلوا المينا ايه اللي حصل واللي قفل المينا كانت مواني دبي احنا مش عايزين المينا تقفل تاني لان الخساره هترجع علينا احنا وهترجع على بلدنا واحنا شايفين طبعا الاقتصاد المصري عامل ازاي في الفتره دي واحنا مش عايزين نهد الاقتصاد احنا عايزين حقنا وعايزين نشتغل وعايزين عجله الانتاج تدور فاحنا يعني دعوه الى جميع المسؤولين يا فندم لجميع المسؤولين في الدوله احنا عمال مينا السخنه مش عايزين المينا تقفل ولكن مواني دبي بتضغط علينا حاليا ان احنا يوصلونا ان احنا نقفل المينا احنا مش عارفين ليه برضه ده السؤال اللي احنا محيرنا ليه الناس دي بتضغط عشان علينا عشان انتوا اللي قفلتوا المينا بالاضرار لا ما تقفلوش المينا فيبقى هم من حقهم يستفيدوا من ده من دوائر اخرى احنا شايفينها ان هم بيضغطوا علينا جوه الشغل جوه الشغل نفسه عشان يضربوا معانا وفي المماطله في تنفيذ طلباتنا ان هم عايزيننا نقفل المينا احنا مش عارفين ليه انتوا المره اللي فاتت انتوا اللي تصديتوا لعمل عدم اغلاق المينا نعم وانا بذكر نعم هذا وعمال مصر لا وقفوا وقفه محترمه لان هم رفضوا ان هم يقفلوا المينا رغم ان الشركه كانت في نيتها الاغلاق نعم الحقيقه يا دكتوره هاله هذا الموضوع يعني انا بشكرك اولا على ان انت تصديتي ليه وانك بتتابعيه وانك سمعتي صوت هؤلاء العمال المصريين والعاملين في المينا وانا يعني هخاطب مباشره دكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وأنا أعلم جيدا أنه يعني جاد في التصدي لكل القضايا الهامة التي تتعلق بالاقتصاد المصري أن فورا يشكل لجنة لمراجعة هذه الصفقة منذ أولها لحد ما وصلت لمينا دبي ويضع الشعب المصري في حقائق هذه الصفقة التي أعتقد أنها فيها إهدار شديد جدا لأحد المواني اللي بتشكل أحد أدوات الأمن القومي المصري وأن احنا محتاجين نعرف مدى الغبن اللي حدث في هذه الصفقة وأن يتم اقتضاء حق الشعب المصري في هذه الأماكن التي خصصت في إطار النظام السابق الذي كان عنوان كل ما يحدث فيه هو واحدة هو أستاذ البيع دون بالتفريط وحتى حق الإدارة لابد أن يراجع في إطار قانوني كامل وهذا حق مصر عليه لكن الأهم من ده هو حقوق هؤلاء العمال اللي أنا يعني برفع صوتي معهم وبخاطب معالي وزير رئيس الوزراء والدكتور فتحي فكري وزير القوى العامله
أنه يقفوا بجانب أبناء الشعب المصري في مواقعهم الإنتاجية بكل هذه الروح اللي بيقولوا بيها احنا مش عايزين نعمل إضراب ونقفل المينا عشان ده هيأثر على الاقتصاد المصري. لابد أن يكون موقف الدولة المصرية هو حماية أبنائها وحقوقهم وأنها تقف أمام أي مستثمر غير جاد في احترام القانون. القانون بيلزم الشركة بحقوق للعمال يجب أن تحترم، والشركة لما تدي وعود وبموافقة يعني من شهر 5 لشهر 9 زي ما بنسمع من اللجنة النقابية ويصل الأمر لأنه هذا يتم توقيعه بمعرفة سيد محافظ السويس وبحضور الجيش المصري باعتبار أنه السلطة التي تدير البلاد الآن، ثم تضرب الشركة عرض الحائط بهذه الحقوق، يجب أن يكون هناك رادع من الدولة المصرية مثل هؤلاء المستثمرين الذين لا يحترمون لا القانون المصري ولا حقوق العمال المصريين، وهم أيضا مشوبة صفقتهم بعيوب يمكن أن تصف بوجودهم في مصر أساسا. فأنا أعتقد أنه يعني هذا الذي يحدث وأنه مهلة والشركة بتدرس وكل هذه المماطلات، أن الأوان بعد ثورة الشعب المصري أنه يسترد حقوقه وأن عماله يشعروا أنهم في حماية دولتهم وأن الدولة لا تفارط في حقوقهم باسم الاستثمار وعدم فزع الاستثمار. المستثمر الجاد بيحترم القانون حين يشعر أن الدولة جادة في احترام القانون والدولة جادة في إلزامه بالقانون. إذا شعر أنه هو مطلق الصراح وهناك بعض الأطراف التي تسعهل له أنه يفلت من التزاماته القانونية تجاه العمال فسيفتري على وطننا وعلى شعبنا، وأعتقد أن الشعب المصري مش هيستحمل هذه الأوضاع بعد الثورة. هنقدر نسترجع أي مليم من الفلوس بتاعت الأخ أسامة الشريف عشان ندفع للعمال حقوقه؟ يعني لا شيء يضيع إذا كان حق فوراءه مطالب، لكن بشرط أن احنا نفتح ملف الخصخصة بالكامل. أنا يعني سبق قلت في ظل الحكومة السابقة وفي ظل الحكومة الحالية أنه في ضرورة لإنشاء آلية وطنية ضمن تصفية أوضاع ما قبل هذه الثورة، آلية وطنية من متخصصين في كل المجالات ومتخصصين مشهود لهم بالشفافية ومشهود لهم بأنهم لهم مصداقية لدى الشعب المصري، ويراجعوا ملفات الخصخصة بالكامل، لأنه احنا مش عايزين يبقى المنتظر هو لحكم من مجلس الدولة حكم قضائي يلغي العقود ويلغي الصفقات. تملك الدولة المصرية الآن في ظل أوضاع ما بعد الثورة أن تراجع كل هذه العقود وهذه الصفقات إذا كانت سليمة الحمد لله، إذا كان فيها غبن للدولة المصرية تقتضي حقها منهم وده حقها القانوني وبيديها القانون الدولي للشفافية هذا الحق. هل هيدوها حقها؟ بالضبط، لأنه الفلوس اللي طلعت يا دكتورة هلا فرماوي بيقول لي 10 مليون دولار هنفتح قضية جديدة كل يوم والتاني 10 مليون دولار زي ما يكون 10 مليون دولار دول 10 سنة. يعني حرام يبقى الشعب المصري بيسمع عن هذا ولا يجد تحرك يعني بحجم اللي احنا فيه. احنا في حالة ثورية في البلد والشعب المصري حاسس ان هو انتهكت حرمة كل ثرواته وانه تعرض لنهب كبير. بنشكر الاستاذ اشرف واحنا هنتابع معاك القضية ان شاء الله. احنا محتاجين انه هذا الملف يفتح في اطار انه هذه احد أدوات الدولة المصرية في مراجعة الأوضاع التي آلت بها البلاد لما كنا نحن فيه. إذا كانت هذه الصفقات تمت بشكل فيه احترام للقانون يبقى على عيننا وعلى رأسنا. يا سعادة المستشارة احترام إيه بس ما احنا عارفين يعني إن احنا ملف الخصخصة فيه كمية هدر ونهب للأموال المصرية على جميع المستويات. حقيقة يكفينا الاحتمال اللي صدرت من مجلس الدولة عشان لما بنقري حيثياتها بنحس فعلا أنه هذا النهب الذي تم في هذه الصفقات يجب أن يرد فيها الحقوق للشعب المصري. وإذا كنا مش قادرين نجيب حقوقنا المهدرة في الخارج فأولى بينا حقوقنا المهدرة في الداخل، وأولها حقوق العمال واحترام حقوق العمال، وأنه يبقى فيه رادع لمثل هذه الشركات لما تلتزم بشيء في إطار القانون وبحضور الدولة المصرية. الدولة المصرية لها مهابة يجب أن تدافع عنها، وخاصة أن تم توقيع يعني مكتوب وموقع من الجيش ومن هيئة مواني البحر الأحمر وبحضور محافظ السويس. كيف يمكن لشركة أن تكون فوق القانون وفوق الدولة المصرية؟ احنا طبعا بنناشد رئيس الوزراء دكتور الجنزوري، وزير القوى العاملة العام، وايضا محافظ السويس على علم بهذه طبعاً القضية طبعاً. يعني الحقيقة حقوق العمال امانة يجب أن نتصدى لمن ينتهكها، لأنه كفى الشعب المصري شعور بالإنهاك
على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى حقوقه. اذا ما كناش هنتصدى لهذا الالم بمزيد من الاجراءات اللي فيها تسكين للألم الاجتماعي، فنحن نمهد فعلا الوطن لمزيد من الاحتقان. وهذا يعني في مراحل حرجة لا يجوز أن يكون بهذه الصيغة. الدولة المصرية بتسترد عافيتها من خلال أنها تدافع عن حقوقها، حقوق الشعب المصري. هنضطر أننا نطلع فاصل وهنرجع لكم بعد شوية، ولسه عندنا مداخلات كتيرة من مشاهدينا على الناس بوك دوت تي في وعلى التويتر وعلى كل صفحات بتاعتنا. فإحنا معاكم وما تمشوش، راجعين بعد ثواني. اسمك وانتي عمالة تزيدي في حيرتي، وما انتش حاسة بطبتي ازاي، مش لاقي في عشقك دافع ولا صدق في حبك شافع، ازاي انا رافع راسك وانتي بتحني في راسي ازاي، انا اقدم شارع فيك وامالك من اللي بليك، انا طفل اتعلق بيك في وسط السكة وتوهتيه، انا لو عشقك متخير كان قلبي زمانه تغير، وحياتك لفضل اغير فيك لحد ما ترضي عليه. ازاي ترضي لي حبيبتي قدنا عشق اسمك وانتي عمالة تزيدي في حيرتي، وما انتش حاسة بطبتي ازاي، مش سايباني في ضعفي، طب ليه مش واقفه في صفي، وانا عشت حياتي بحالها عشان ملمحش في عينك خوف، وفي بحرك ولا في برك ازاي احميلك ظهرك، وانا ظهري في اخر الليل دايما بيبات محني ومكشوف، انا اقدم شارع فيك وامالك من اللي بليك، انا طفل اتعلق بيك في وسط السكه وتوهتيه، انا لو عشقك متخير كان قلبي زمانه تغير، وحياتك لفضل اغير فيك لحد ما ترضي عليك. ازاي ترضي لي حبيبتي قدنا عشق اسمك وانتي عمالة تزيدي في حيرتي، وما انتش حاسة بطبتي ازاي، مش لاقي في عشقك دافع ولا صدق في حبك شافع، ازاي انا رافع راسك وانتي بتحني في راسي ازاي. الأغنية دي يعني أصبحت جزء من شرايينا في أيام الثورة. يعني الحقيقة كانت يعني تعبير عن جيل بأكمله إزاي كان حاسس إن هو عشقه هذا البلد وما زال، وبالرغم من هذا يعني اتعرض لإنه حب البلد وهي بتحني في راسه وهي بتحني في ظهره، وان هو برضه عشقها وانه مصر يغيرها. انا اعتقد ان الاغنيه دي كمان دعوه لمصالحه كبرى مع جيل الثوره الشباب، لانه الشباب في حاله غضب، والشباب الكتله الرئيسيه فيه دكتوره هاله حاسه بغبن شديد جدا من كل القوى السياسيه، وحاسه كمان انها الى حد ما اتعاملنا معاها بقساوه. يعني هي جيل حاسس انه مسؤوليته تجاه الثوره هو حمايه اهدافها وعدم التفريط فيها، وان هو مش هيقبل بانصاف الحلول. الجيل ده على اجيالنا احنا واجيال اللي قبلنا تعرف ان هو مستقبل مصر، وان مستقبل مصر لازم يبقى في عينينا واحنا واقفين في ظهره بالخبره، وما نغضبش منه حتى يغلط. يعني هنتسامح معاه بقدر الامكان، وهنحاول نقدمه في المشهد
ونحاول نثبت له إيمانه بأن بلده هتتغير. الشباب عندهم حالة من الإحباط الشديد وشعرين بشعور الإقصاء وشعرين أن هم عملوا هذه الثورة وكما وصفها سيد منصور حسن أنها دول فرسان وملايكة وبعدين ما خدوش نصيبهم في الثورة والناس التانية هي اللي بقت في مقدمة الصفوف. صحيح صحيح. وأنا أعتقد أنا بحلم بأنه هذا الجيل تتصدى الدولة المصرية الدولة. شوفي الدولة المصرية دي صاحبة واجب على كل مواطن أنه ينشأ لهم كمان آلية وطنية للشباب تصرف عليها الدولة المصرية وما تسيبهمش عرضة لأن أي حد ها يخترقهم عشان هو اللي معاه الفلوس ومعاه المال. الدولة المصرية لازم ترعى هذا الجيل وهو بينظم نفسه وهو بيكمل خبراته وهو بيحلم وهو بيفكر في ايه اللي عايزه على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. الجيل ده هو اللي هيغير مصر وهو اللي فيه لسه نفس يجري. احنا خلاص ما عدناش قادرين نجري. احنا لازم نآمن بيه ونآمن بقدراته. استاذ جمال الغيطاني قال كلمه جميله قوي امبارح، قال يا جماعه احنا بعد 10 سنين مش هنكون موجودين. هم دول صحاب الشباب، هم اللي هيحكموا بعد 10 سنين. لازم ندري محتاجين حالة مصالحة عاجلة وحالة تضميد للجراح للجيل ده. وعلى فكرة مش مسؤولية بس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا الحكومة، دي مسؤولية كل اللاعبين السياسيين في الساحة، لأن كلهم بلا استثناء أقصوا الشباب، أقصوا الشباب واستفادوا وما احترموش إن هذا الجيل يجب أن يدرب. السياسة ما بتتعلمش إلا بالممارسة. إذا كنا احنا هنقول لهم لسه استنوا شوية احنا اللي عندنا الخبرة ومش هنقدمهم في الصورة، يبقى احنا بنعطل البلد دي كمان 10 سنين. يعني خلونا، انا بذكر انه الراحل العظيم نجيب محفوظ لما سالوه، والاستاذ محمد سلماوي هو كان اللي بيروي الراوي في اواخر ايامه عنه، وقال له هتقول ايه للشباب؟ قال له الحقيقه احنا لم نورثهم اي شيء مكتمل المعالم ولا واضح الرؤيه، ووطنهم لسه بدري على ما يبني من اول وجديد. احنا محتاجين نقدم اعتذار جماعي لهذه الاجيال. انا بفتكر كلمه نجيب محفوظ كل يوم. أيوة. وبقول ان هل احنا محتاجين نقدم اعتذار لهذا الجيل ونحتمله ونحتمل غضبه ونحتمل انه يطلع ساخط علينا ويمكن ينتهك حرمتنا احنا الاباء والامهات ويطول علينا شويه. احنا عايزين نتسامح مع الجيل ونقول له انه فعلا احنا مؤمنين بيك ومؤمنين بقدراتك وبلدك اهي اتفضل ابنيها. يعني الأغنية دي الحقيقة فكرتني بالجيل لأن هي أصدق تعبير عنه في ظل الثورة. صحيح صحيح، معبرة تماما عن جيل الثورة الرائع. وإحنا النهاردة في الدقيقتين الأخيرتين من البرنامج عايزة أرجع بيكي ل 25 يناير 28 يناير و2 فبراير و11 فبراير ال 18 يوم بسرعة شديدة كده. تذكري لي أصعب لحظة وأجمل لحظة في ال 18 يوم. يعني بشكل شخصي أصعب لحظة أنا عشتها كانت يوم 28 لما بدأت موقعة الجمل وأنا في الميدان، وكان اللي استدعاني الشباب قالوا لي في 10 شخصيات احنا طالبينها نحاورها عشان بعد ما نحاورها هتغادرونا واحنا هناخد قرار. فإذا بي شاهد إثبات على ما حدث في الميدان. وأنا يوميها برضو يعني بالليل بالتليفون كانوا بيسألوني في قناة النيل الأخبار وقلت ما يحدث هو جريمة الخيانة العظمى وأن الدم المسال والمراق لن يرد الشرعية لأحد. لأنه كان يوم أصعب يوم فعلا كان الإنسان ممكن يبقى شاهد عليه. أعظم يوم في, 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 في الأيام كلها هي إحساس الشعب المصري بأنه قد أنجز مهمته وأنه فرح بأنه بيبتدي خطوة جديدة. يعني طبعا مغادرة الرئيس السابق للمشهد السياسي كانت لحظة الانتصار الأولى للإرادة الشعبية. وبالتالي فالشعب المصري من حقه يفرح يا دكتورة هالة. يعني في الذكرى الأولى لثورة 25 يناير أنا ضد الآراء اللي بتقول ما هنفرح على إيه؟ لا هنفرح. لازم عنا على أهداف الثورة اللي مش هتحقق في يوم وليلة واللي هتاخد مننا مشوار من النضال والكفاح. لكن من حق الشعب المصري إنه يبتهج ويفرح. عشان كده أنا زعلانة من الفنانين المصريين اللي رفضوا يغنوا للثورة بدعوى أنها لم تكتمل.
لأن الثورات هي علم تغيير المجتمع وهي لا تتم في يوم وليلة، وإحنا قصدنا مشوار طويل. لما غنت أم كلثوم في الذكرى الأولى لثورة يوليو وقالت مصر التي في خاطري من منكم ويحبها مثلي أنا، والشعب المصري غنى وراها، ما كانتش ثورة يوليو لسه حققت حاجة. فإحنا عايزين نطلع من هذه المغالطة وننادي على مبدعينا وفنانينا ومثقفينا أنهم يفرحوا الشعب المصري بأنه أنجز بثورته الخطوة الأولى، وأنه هو حارس على أهدافها، وأنه هو هيحققها، وأنه هو مش هيفرط في الأمانة، لأن ده مسؤوليته تجاه نفسه وتجاه بلده. فأنا ضد فكرة أنه لا إحنا لسه وهنلبس أسود لا، مهما كانت الجراح ومهما كانت المآسي اللي مرت بينا في المرحلة الصعبة دي، لكن من حق الشعب المصري أن يبتهج بإنجازه. الأول هو حقق المعجزة الأولى، ومنتظر منه أن يحقق المعجزة الثانية، بناء مصر النهضة، مصر النهضة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، مصر العدل، مصر اللي هتشد المنطقة من المحيط للخليج وهتوقف العالم كله عشان يعيد حساباته. هي دي مصر اللي احنا نعرفها، وهي دي مصر اللي لما بتصور بتعمل ده. فعيننا على أهدافنا وإحنا حققها، بس لازم نفرح، لازم نفرح. والحقيقة أنا عايزة أقول فنانين، يعني إحنا عايشنا مع محمد منير الرائع، محمد طبعا. منير وعلي الحجار، وأصوات كثيرة غنت بكل صدق والحب ورفقتنا في أيام الثورة وقبل الثورة. فلابد أننا نحتفل معا بثورة مصر العظيمة، وإن كانت هناك مطالب كثيرة ونشعر أنها لم تكتمل ولم نحققها بعد، إلا أننا بالإصرار والشارع موجود وميدان التحرير موجود، والمؤسسات هنبنيها وحنقف جنبها نسألها، ولو ما عملتلاش اللي احنا عايزينه هنسقطها. يعني احنا في ايدينا خلاص، انتزعنا حقنا التاريخي في انه اللي يحكمنا يا يحترم حقوقنا يا احنا قادرين على خلقه. الحقيقة أجمل ختام، وإن شاء الله أشوفكم بكرة مع البرلمان الجديد، عندنا مفاجآت. غازل العصافير بتبنها، زنزانة لجلك كرها سجنها، دوق زينا حلاوة الزنازين، على برشها بتمد أطرافك، سجانك المحتار في أوصافك، مهما اجتهد ما حيعرف انت مين. طوبى لكل المسكونين باطل، في زمن بيخدعنا وبيباطل، يا شموس بتبرق في غرف عتمين. أما اللي خان ناسك وأوطاني، الهيبة حطينه في قفص تاني، يصحى وينعس والجميع واقفين. مصر عارفة وشايفة وبتصبر وبتصبر، لكنها في خطفة زمان تستارد الاسم والاسم.